Rocky de bir kurdu. Bir kurdu mu? Sen bir kurdu mu? Sen bir kurdu النهاردة محاضرة طويلة شوية ماشي الصراحة مهمة مهمة يعني هي طويلة بس مهمة يعني لا بس كده يبقى فاضل محاضرتين بس من خلاص السينس هيبقى الانفاركشن والديمايلينيشن في المحاضرة ان شاء الله يعني والتروما والمرجع بتاعت النيوبلازم دي في حاضر كده خلصنا وده كده يعني تروما ومراجعة النيوبلازم يعني النهارده مش هنعمل مراجعة المرة الجاية مش النهارده مراجعة النيوبلازم اللي هو السكيم بتاع النيوبلازم ماشي هيبقى النهارده هناخد بقية النيوبلازم كلهم عشان المراجعة تبقى تشمل دول كلهم هتشمل دول كلهم النهارده محاضرة تقيلة شوية فتت الراجل يعني ما انا عارف انا بس انا عايز اثبته بحيث ان هو ما يتحركش هاتي لو عايزة سيبيه مش مشكلة يعني هو غالبا بيتسجل فبس يعني لو احتياطي هو احسن من حضرة الأمريكا على فكرة يعني كويس ان انت تسجل عشان حاجة تبقى هو احنا المفروض النهارده هنتكلم على الاكسترا اكزيال برين بلازم هو المفروض ان هو بيتقسموا يعني اماكن وده اسهل تقسيم هنتكلم النهارده عن 3 اماكن تهيئ الهواء بيهزه اول مكان هيبقى الباينيل ريجن الباينيل بادي وتاني مكان هيبقى سيرويلو بونتاين انجل او تالت مكان وتاني مكان بتاع البيتيوتري جلاند او بيتيوتري ريجن هما دول 3 اكسترا اكزيال بصراحة 3 كلهم اهم من بعض فاحنا معلش نركز زي محاضرة طويلة بس لازم نخلصهم النهاردة عشان نلحق ننجز يعني ان شاء الله يعني. اول حاجه الباينيال بادي ده عباره عن ايه هو حد يعرف ايه فايدته يعني باينيال بادي حد متهيألي ما حدش يعرفه هو اسمه باينيال بادي عشان خاطر اسمه شبه الباين كون شيب حد يعرف باين كون شيب ده ايه برضه ناس والله هي مش هو ترجمتها ريهام شجره الصنوبر معرفش ايه يعني او حبه بتاعت شجره الصنوبر او المخروط الصنوبري ايه المخروط الصنوبري ده هو الثمره دي انا لو دورت عليها هو شبه البتاع ده هو فعلا شبه البتاع ده مسؤوليته ايه او فائدته ايه بيعمل حاجه اسمها مسؤول عن حاجه اسمها سليب اويك سايكل يعني ايه سليب اويك سايكل هو المفروض ان هو بيفرز ماده سواء سيروتونين او ميلاتونين الاثنين دول بيطلعوا لما يحصل دارك لما الدنيا تظلم بيطلع الماده دي بيبقى في ريتنا هو كونكتد بالريتنا الريتنا دي تعمل له استيميليشن يطلع الاستيميلاي دولت فيبدا العيان او الانسان يبدا يخش ينام يعني هو بدا اول ما الدنيا تظلم فهو ده المسؤول ده كده هو ده المسؤول عن ان احنا ننام بالليل يعني لما الدنيا تظلم الانسان المفروض ان هو يحس بالنعاس ويبدا ينام ليه؟ لأن هو لما الدنيا تظلم الريتنا تبعت إشارات للباينيل بادي، الباينيل بادي يطلع المواد دي تخلي الإنسان المفروض إن هو ينام، فهو ده مسؤول عن سليب أويك سايكل، أنا معرفش بقى الناس اللي بتنام في النور دي إزاي، بس يعني هما المفروض إن هو لما حد ينام يبقى يقفل النور يعني، المفروض. تاني فايدة إن هو أنتي جونادوتروبين هرمون. هو ده المسؤول على إن 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 إن
ان البيتيوتري تحصل او البلوغ بيحصل في ميعاده. يعني انا المفروض الولد والبنت يبلغوا عند سن 13، هو المفروض ان فيه هرمونات عاده، عاده هرمونات البلوغ دي موجوده عادي، بس هو بيحصل لها انهيبيشن بواسطه الهرمون بتطلع من الباينيال بادي دي، اللي بيفرز الهرمونات بتانتاجونايز الهرمونز اللي هي العاديه لغايه سن البلوغ. وقت البلوغ الباينيال بادي ده بيبدا يحصل له كالسيفيكيشن، سواء ما كانتش حتى لو هي مش جروسلي فهي ممكن على مستوى مايكروسكوبيك، فيبدا الانتي جونادوتروبين هرمون دي تبدا تقل، فيبدا الجونادوتروبين الهرمونز اللي هي موجوده تبدا تشتغل ويبدا يظهر علامات الايه؟ علامات البلو. انا بقول ليه؟ لان عاده لما بيحصل في باثولوجي في الباينيال بادي ده بيجي يقول لك بينفست بالبريكوشيس بيوبرتي، يعني يبدا العيان يبدا يديفولب بيوبرتي قبل سن الايه البلوغ بتاعه. ليه؟ لان هو باظ قبل السن بتاعه، يعني حصل له المفروض ان هو بيبوظ عند سن مثلا 13 او كده، لا ده بقى باظ لما حصل له باثولوجي قبل كده، فبدا العيان يقول لك بيجي يشتكي بايه بريكوشس بيوبرتي. خلاص طيب، فدي احنا قلنا باينيري بادي اسمه ليه كده. تاني حاجه او شبهه بايه؟ تاني حاجه ان هو مسؤوليته ايه عن سليب اويك سايكل والانتي جونادوتروبين هرمون، بيطلع انتي جونادوتروبين هرمون. طيب الباينيال بادي ريجن كريجن بقى دي مهمه بقى. اول حاجه الباينيال بادي اهو زي ما احنا شايفين عامل زي فعلا اللي هم زي ما بيقولوا اللي هو حبه الصنوبر دي، خلاص اللي هو موجود في الاماكن دي. هو بيبقى موجود ورا او في ظهر على طول الثلامس، ما بين تو ثلاماي، ثلامس يمين والثلامس الشمال، هو بيبقى نازل ما بينهم لورا اللي هو ده، خلاص. وبيبقى قدامه هنا التكتم بتاع الميد برين، وده مهم لان التكتم بتاع الميد برين، التكتم بتاع الميد برين ده بيكون من كلوكيلاي، سبيرو كلوكيلاي وانفيرو كلوكيلاي. سبيرو كلوكيلاي دي مسؤوله عن ال الفيجن، بينما الانفيرو كلوكيلاي مسؤوله عن الهيرنج. السبيرو كلوكيلاي العيان اللي هو لما نشوف التيومرز اللي بتطلع في الباينيال بادي، باينيال بادي تيومر، هيجي يقول لك ان تبقى ليها حاجه مميزه جدا في الكلينيك، يجي يقول لك ان هو انابيليتي ان هو يعمل ابورد جيز، يعني يبص لفوق. ليه؟ لان هو بيضغط على السبيرو كلوكيلاي بتاعه الفيجن، فيخلي العيان يفقد القدره ان هو يبص لفوق، ودي مميزه جدا. اول ما اشوفها هتعرف العيان ده غالبا عنده مشكله في الباينيال بادي. ليه؟ لان هو قدامه هو ده التكتم اهو بتاع الميد برين، والسبيرو كلوكيلاس اهي، فلو في اي حاجه هنا هيضغط على السبيرو كلوكيلاس ويعمل المشكله دي. خلاص بيسموها بيرناد سندروم، مش مهم يعني. المهم هو عدم القدره على ان هو يعمل ابورد جيز، اول ما نشوفها كده نعرف ان العيان ده عنده مشكله في الباينيال بادي. خلاص تاني حاجه مهمه في الصوره دي ان هو فوقيه ده ايه؟ حد يعرف ده ايه؟ الانترنال سيريبرال فين، ده الانترنال سيريبرال فين، تو اتنين انترنال سيريبرال فين. المفروض ان هما بعد كده بيعملوا اللي هو الفين اوف جالين بالظبط، وبعد كده الفين اوف جالين اللي هو يتحد مع الايه مع اللي فيه ريسيرش ساينس عشان يعمل ستريت ساينس. المهم فده الانترنال سيريبرال فين. الانترنال سيريبرال فين ده لاند مارك مهمه جدا للباينيال بادي. اي حاجه تطلع من الباينيال بادي، اي حاجه تطلع من الباينيال بادي ترفع الانترنال سيربرال فين لفوق. يعني انا لما الاقي في ماس رفعالي فوقيها الانترنال سيربرال فين اعرف ان دي طالعه من الباينيال بادي، انما لو لقيت الماس دي وتحتيها الانترنال سيربرال فين اعرف ان هي مش الايه مش طالعه من الباينيال بادي. الكلام ده مهم في ايه؟ لان ساعات كتير جدا الاقي مثلا عيان عنده السبلينيوم بتاع كوربس كالوزم كده في ماس، خلاص؟ فالسبلينيوم بتاع كوربس كالوز الماس دي لما تيجي تكبر كده وتبقى موجوده في الباينيال ريجن هلاقي ان الانترنال سيربرال فين نازل تحتيه، فده هقول لا ده مش طالع من الباينيال بادي، ده طالع من السبلينيوم بتاع كوربس كالوز. المهم طالع مش طالع من الباينيال بادي، ده اهم حاجه. تاني حاجه برضو ودي حاجه مشهوره جدا في المكان ده، غير السبلينيوم بتاع كوربس كالوز ماسز، في عندي حاجه اسمها ايه مينجيوما. المينجيوما في المكان ده بتطلع غالبا من التنتوريا من الحته دي، فتيجي تملى المكان ده خلاص بيسموها تنتوريال مينينجيوم. نفس الكلام بتيجي تطلع من فوق الانترنال سيربرال فين فتلاقي تنزل الايه الايه الانترنال سيربرال فين لتحت. المينينجيوم زي ما هنعرف كمان شويه يعني او في اخر المحاضره بتطلع من اي مكان، يعني اكتر مكان هو بوريكم صور جدا في اي حته في المهم تبقى اكس اكسترا اكس، اي حته في البرين تطلع فيها مينينجيوم. الباينيال بادي ريجون او الباينيال ريجون دي من اهم او من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها المينينجيوم. خلاص طيب
فاهم حاجه في البتاع ده عرفنا ان هو هنا it is the internal cell membrane which is landmark ان تحتيها الباينيال بادي، وبالتالي اي ماس هنا هترفع الايه الانترنال سيلفر فين لفوق، وده يميزها من بين الحاجات التانية. خلاص السبيس ده اسمه ايه؟ كوادرجيمينال بليت او كوادرجيمينال سيستم، صح اللي هو ده كوادرجيمينال سيستم. خلاص ففي ورانا هنا سبيس اسمه كوادرجيمينال سيستم. انا مش عارف انتوا دخلتوا فيرست وايه ده؟ ايه يا جماعه؟ كوادرجيمينال سيستم اهو. خلاص وده في سيسترن كمان اسمه هنا في بيبقى قدام السبلينيوم اسمه ايه؟ فيلم انتربوستي. سيسترن اوف فيلم انتربوستي مش كده؟ خلاص. المهم فدي السبيس. القضيه من دي ان معظم اللي هنشوف اللي هم انكابسوليتد باينيال بادي تيومر، بص هو الباينيال بادي اهو وراه على طول السبيس ده. فهو اي تيومر بيبقوا غالبا يعني اغلب التيومرز بتاعت الباينيال بادي بيبقوا انكابسوليتد. فبالتالي سهل جدا 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 ان هي يطلع من التيومر من هنا يروح على السي اس اف، ومن السي اس اف ينتشر لبقيه الجسم. فنعرف ان معظم الباينيال بادي تيومرز بيعملوا ايبن دايمر سبريد، بيعملوا سي اس اف ايبن دايم اللي هم ما بيبقوش عندهم كبسول. ليه؟ لان هو بص عاملين ايه؟ هو موجود هنا وراه على طول سي اس اف سيستيرن اللي هو كوادرجيمال سيستيرن، وفوقيه هنا الفيلا، فهو محاوط بكله بايه؟ بسيستيرن. فسهل جدا ان هو يحصل له ايه؟ ايبن دايمر سبريد. طيب زي ما احنا اتعودنا لازم نعرف السيلز ايه عشان نطلع التيومر منها. الباينيل بادي زي اي يعني زي اي خليه في البرين. احنا كنا البرين قسمناه الى جلايل تيشو ونون جلايل تيشو اللي هو النيرف تيشو. هو نفس الكلام، هو بيتكون من جلايل سيلز وبالتالي ممكن يطلع منه جلايوما. خلاص وبيتكون من نيرف سيل اللي بيسموها باينيلوسايت. خلاص الباينيلوسايت دي لو هي ماتيور اسمها التيومر يطلع منها اسمه ايه؟ بينوسايتوم. لو هي اماتيور الخليه اللي هي الام بتاعت الباينوسايت بيسموها ايه؟ باينوبلاستوم. يعني البلاست بينوبلاست ولا بينوسايت؟ لو هو من بينوسايت اتز بينوسايتوم، لو هي من اماتيور سيلز اتز بينوبلاستوم. وهنا بقى نقف شويه. البينوبلاستوما دي تعتبر اماتيور صح؟ ونيرف سيل نيرف سيل، لان احنا مش احنا قلنا ان دي نيرف سيل اللي هو بينوسايد بيمثل نيرف سيل والجلايال تيشو تمثل الجلايال تيشو. طيب فهي ايه؟ فهو ده تيومر مكون من اماتيور سيل، تيومر مكون من اماتيور سيل. ايه هو التيومر اللي لما بيتكون اماتيور سيل كنا قلنا المره اللي فاتت كان ايه؟ لا بس احنا قلنا الدينات في الاخر بيكون بيعمل ماتيور، فما قلناش ان احنا نقول عليه اماتيور. يعني انا لو جبت تيومر كده وفتحته هلاقيه كله عباره عن اماتيور سيل بالظبط، اللي هو البينت اللي هم بيسموهم بريميتيف نيورو اندوديرمال تيومر. فدي برضو منها، دي من ضمن البريميتيف نيورو بريميتيف نيورو اندوديرمال تيومر. ليه بريميتيف؟ لانه بيحتوي على اماتيور سيل، ونيورو اندوديرم لانه طالع من نيورو اندوديرم. فبرضو ده مثال على بريميتيف نيورو اندوديرمال تيومر اللي هم الامبريوناتيوم بالظبط. خلاص فهو ده مثال. البينوبلاستوم برضه مثال، احنا قلنا اتفقنا المره اللي فاتت ان البريميتيف نيوريكتوديرم مجموعه كبيره جدا، المهم تشترك في ايه؟ ان هم اماتيور سيل وطالعين من نيوريكتوديرم، ده اللي يهمني. اماتيور سيل وطالعين من نيوريكتوديرم. اي حاجه بقى دي بينوبلاستوما دي عباره عن بلاست، يعني بلاست سيل يعني اماتيور سيل طالعين من نيوريكتوديرمال تيشو، يبقى اتز بريميتيف نيوريكتوديرم تيوم. وقلنا كلهم بيشتركوا في الهيستولوجي بتاعهم ان هم لو فتحتهم كده هيلاقوا عباره عن سمول بلو راوند سيل تيوم بالظبط، سمول بلو راوند سيل تيوم. وكنا قلنا برضو ان مميزات التيومر ده ان هو السيلز بتكون كومباكتد والاب، فهو بيبقى تبع الهاي سيلر ايه؟ الهاي سيلر تيومر. خلاص فهنلاقي برضو نفس الفكره في البينوبلاستوما، نفس الفكره زي بتاع المدلوبلاستوما، زي بتاع النيوروبلاستوما، زي اي بريميتيف نيورو اكتوديرما تيوم. خلاص؟ طيب الباينيل بادي ما فيهوش بلاد بين بادي، ما فيهوش بلاد برين باري، وعشان كده ممكن ينهانس، ممكن عادي ان هو ينهانس عادي ما فيهوش بلاد برين باري. احنا قلنا البريما مش بينهانس عشان في بلاد برين باري، الباينير بادي مش بينهانس. عامل زي البيتيوتري، هو انتوا ما خدتوش بالكم احنا بنعمل دايناميك سله؟ ليه اشمعنى البيتيوتري عمالين نشوف ده بتنهانس في الاول مش بتنهانس وفي الاخر بتنهانس، وعمالين نشوف الانهانس من تحت مع انها برين ستراكشر؟ ما البيتيوتري برضه ما عندهاش بلاد برين باري، فاحنا عندنا تو ستراكشرز ما عندهمش بلاد برين باري، الباينيل بادي وعندنا البيتيوتري كمان من ضمن الحاجات اللي ما عندهاش بلاد برين باري. ماشي؟
برغم يعني دي كانت حاجه منطقيه ان احنا بنشوف بنعمل دايناميك ام ار اي، وبالرغم من الدايناميك ام ار اي اللي احنا بنعمله اللي ان احنا بنشوفها بتاخد انهانسمنت. فهو ليه؟ لان الاثنين دول التو ستراكشر دول ما عندهمش بلاد برين باري. خلاص. طيب في كمان سيلز هي نورمالي مش موجوده في الباينير بادي ولكن توجد في بعض الاحيان، اسمها جيرم سيل. جيرم سيل تقصد ايه؟ جيرم سيل، الجيرم سيل دي بتاعت التست بتاعت الاوفري. خلاص. جيرم سيل هي المسؤوله عن تكوين السبرم والاوفم، دي اسمها جيرم سيل، دي في اللغه ده جيرم سيل. طب جيرم سيل ايه اللي وداها هنا؟ قال لك ان منطقه الباينيال بادي ومنطقه الثالامس ومنطقه الهايبوثالامس الثلاثه دولت بيحصل لهم ديفلوبمنتال، يعني بيتكونوا وقت ما بيحصل مايجريشن للجيرم سيل اللي تروح للجونادال ريدج، وهي في نفس الوقت الجيرم سيل وهي بتتنقل وهي بتتكون من اثناء الامبريولوجي لمنطقه الجونادال ريدج، في نفس الوقت بيتكون الباينيال بادي والثالامس والهايبوثالامس. فساعات يحصل ابارنت مايجريشن، تتلخبط بدل ما الجيرم سيل تروح بس الجونادل، لا تروح للايه، للباينيال بادي والثالامس والهايبوثالامس، فنلاقي فيهم جيرم سيل يعني زي اللي هم اللي هيكونوا تيستس والايه والاوفر. فممكن في بعض الاحيان لما بيحصل ابارنت مايجريشن ده نلاقي جواهم جيرم سيل، وبالتالي لما يطلع منهم تيومر يسموهم جيرم سيل تيومر، ويبقوا شبه الجيرم سيل تيومر بتاع التيستس والاوفر بالظبط. فاكرين السيمينوما والديس جيرم؟ نفس بالظبط، هو نفس التيومر دولت اللي بيطلعوا تحت هم اللي بيطلعوا فوق، بس امتى؟ لما يحصل ابارنت مايجريشن للسيلز دي فهي هتبقى موجوده هنا، ولو تيومر اللي يطلع من السيلز دي هو اللي يطلع من تحت، ما فيش مشكله فيه. وبالتالي التيومرز بتوع الباينير بادي ثلاثه، جلايوما دول اقلهم حدوثا ما بتحصلش غالبا. خلاص. الجيرم سيل، شايفين الجيرم سيل دي اكثرهم حدوثا، جيرم سيل تيومر دول اكتر حاجه بتحصل، وبعد كده يجي بعد كده البارينكيمال باينيال سيل تيومر اللي هم بيسموهم ايه، بينوسايتوما والبينوبلاستوما دوت اللي في المرحله الثانيه. خلاص. فانا المفروض اهم حاجه الجيرم سيل ده في الاول، وبعد كده يجي بعد كده البينوسايتوما والبينوبلاستوما، وبعد كده الجلايوما، وممكن ما حدش يتكلم عليه لان غالبا ما بتحصلش. خلاص. طيب فاحنا المفروض دلوقتي هنتكلم عن بارينكيمال فيرسس جيرم سيل تيومر، يعني بارينكيمال اقصد طالع من البينوسايت ولا جيرم سيل طالع من الجيرم سيل تيومر. خلاص. فهم عملوا تقسيمه حلوه قوي، قالوا بحيث ان احنا نفرقهم ازاي، قال لك الجيرم سيل اللي هم على راسهم الجيرمينوما بتعمل حاجه اسمها انجلف للكالسيوم، يعني تخلي الكالسيوم جواه، بتنجلف الكالسيوم يعني تبقى التيومر كده وجواه في السنتر بتاعه الكالسيوم، بينما البلاستوما اللي هو البينوبلاستوما بتبلاست يعني بتكسبلود، شوف اللفظ ده، بتكسبلود الكالسيوم تخليه على البريفري. خلاص. يعني هم حتى بيستخدموا اللفظين دول، يعني هنا المقصود ان الكالسيوم هنا هيكون في النص بينما الكالسيوم هنا هيكون في البريفري. خلاص. قالوا ان البلاست بتكسبلود الكالسيوم تخليه في البريفري، بينما الجيرمينوما اللي هي الجيرم سيل تيومر الجي بتنجلف، الجي برضه في انجلف، بتخلي بتبلع يعني ان الكالسيوم تخليه جوه الايه، جوه التيومر. خلاص. فانت عندك هنا الجيرمينوما بتخلي تلاقي الكالسيوم في النص، بينما البارينكيمال او البينوبلاستوم بتخلي الكالسيوم فين، في البريفري. خلاص. ودي هي دي اللي انا هفرق ما بين، انا هتكلم على لو لقيت الكالسيوم في النص فده غالبا انا بتكلم على جيرمينوما او جيرم سيل تيومر، لو لقيت الكالسيوم موجود على البريفري فده ما بتكلم على بارينكيمال ايه، داينيال بادي تيومر، بارينكيمال سواء كان بينوسايتوما او بينوبلاستوما. خلاص. في حد عنده سؤال في الموضوع ده؟ بص الكالسيوم، انا بتكلم على تيومر يعني في ماس فيها كالسيوم، ماشي، انما عاده باينير بادي بيكالسيفاي، فانا عندي غالبا بيبقى كله على بعض. ما هو عشان كده بيقولوا ان عاده الكالسيفيكيشن ده مش في التيومر، الكالسيفيكيشن ده غالبا في الباينير بادي. خلاص. وهو لما يحصل لا اما يحوطه فيبقى جيرمينوما، لا اما يبقى اكسبلود ويخليه على البريفري فيبقى باينير بادي ايه، بارينكيمال باينير بادي تيومر. يعني الكالسيفيكيشن ده اصلا مش في اساس الايه، التيومر، يعني مش مع التيومر، انما الكالسيفيكيشن اصلا بتاع الباينير بادي اللي بيحصل كالسيفيكيشن عادي. طيب. وكمان المشكله ان هم لقوا ان في التيومرز دولت ان الانستنس
ما في ناس كتيره قوي الباينير بادي مش بيكالسيفاي، يعني في ناس بتعمل سيتي برين ما تلاقيش فيه باينير بادي كالسيفيكيشن. احنا قلنا كالسيفيكيشن بيكون على مستوى مايكروسكوبي مش مستوى جراسي، الا انه في التيومرز دوت الانستنس بتاع الكالسيفيكيشن بيزيد لدرجه 100%. يعني لما يحصل التيومر ده نلاقي ان الكالسيفيكيشن بتاع الباينير بادي يزيد جدا لدرجه ان هو قالوا ان هو بنسبه تصل ل 100%. خلاص، فاحنا غالبا هنلاقي فيه كالسيفيكيشن. خلاص طيب، ثانية واحدة بس ارفع البتاع عشان هو بيهز ال طيب. هنتكلم دلوقتي عن البينوسايتوما. بينوسايتوما ده تعتبر بناين، بس نركز بقى، بينوسايتوما ده عباره عن ايه؟ بارينكيمال داينيال بادي تيومر. بارينكيمال يعني بالبارينك، خلاص؟ اتيز بارينكيمال داينيال بادي تيومر. احنا قلنا في اثنين، في بينوسايتوما صراحه في بينوسايتوما وفي بينوبلاستوما. احنا هنتكلم عن البينوسايتوما. بينوسايتوما اتيز بناين تيومر، يعني مش اكتر ولا اقل غير ان انا هلاقي ان الباينير بادي كبران شويه، مش اكتر ولا اقل. ليه؟ لان السيلز بتاعته اشبه ما تكون بالباينير بادي، لان هو عباره عن بناين تيومر، خلاص؟ فهو اشبه ما يكون بالباينير. فانا بكل يعني كل هقدر الاقيه ان الباينير بادي ده بدل ما كان حجمه كده هلاقيه بقى كبران شويه بنفس الشكل بتاعه، خلاص؟ فهو ات از ويل ديفرنشيت، مكون من ويل ديفرنشيت ماتيو سيل، بيقول لك اندستنكشبل فروم نورمال بارينكيمال سيلز، ما تقدرش تفرق ما بين الاثنين مع بعض خالص، خلاص؟ طيب الكي ساين بتاعته ايه؟ الكالسيفيكيشن، احنا قلنا اتفقنا الكالسيفيكيشن في اي باينيال بارينكيمال تيومر بيكون فين؟ في البريفري، بتكسبلود، خلاص؟ فانا هلاقي ان الكالسيفيكيشن زي ما هو مشاور في السهم هنا موجودين فين؟ في البريفري. تاني حاجه ان هو ويل ديفايند، هيبقى ويل ديفايند خالص، شكله سموث جدا، يعني واخد نفس الشكل بتاع الباينيال بادي. حاسس ان هو عباره عن زي شكل الكوميتري اللي هو او بين شيب اللي هو او بين كون، ولكنه كبر شويه مش اكتر ولا اقل. فهو ظل محافظا على شكل الباينيال بادي ولكنه كبر شويه، خلاص؟ في الديفينيشن ات از ويل ديفاين، وشكله شكل الايه؟ الباينيال بادي، وخد الكالسيفيكيشن بتاعه الباينيال بادي تيومر اللي هي بتبقى ايه؟ بتبقى في البريفي، خلاص؟ الانستنس بتاع النيكروز والهيموريدج فيه قليل خالص لانه ات از بناين تيومر، خلاص؟ فانا اتفقنا ان الكالسيفيكيشن زي باينيال بادي بارينكيمال في البريفري، اتفقنا ان هو بناين تيومر واخد نفس الشكل بتاع الايه؟ بتاع الباينير بادي. الجنرال مكانه فين؟ في الباينير ريجن، وشكله عامل ازاي؟ ويل ديفاين. شايفين ده؟ مفيش احسن من كده. بص ده بعد ما بعد الكونتراست انهانسر. انا حاسس ان هو يعني هو الباينير بادي بس كبر. يعني هو محافظ على نفس الشكل بتاعه ولكنه كبر. ويل ديفاين ونفس الشكل بتاع الايه؟ بتاع الباينير بادي. خلاص؟ فهو بيسموه بينوسايتوما. طيب واتفقنا يعني ده هلاقي الانترنال سيرفر فين؟ فوقيه. المينجوما هتلاقيها تحتيه، خلاص؟ عشان كده في الاول انا قلت المينجوما ممكن تيجي في المكان ده وتبقى شبيه جدا، خصوصا ان معظم الباينيال بادي تيومرز عباره عن انهانسنج. ليه؟ لان هم ما فيهمش بلاد برين باري. فاي تيوم هناخد كمان شويه السيست اللي بتحصل في الباينيال دي ممكن تاخد انهانسنج، السيست بتاعته ممكن تاخد نانس. ليه؟ لان هو ما فيهوش بلاد برين باري. خلاص، المهم في ده انا بصيت هنا لقيت ان في ماس ويل ديفاين وفيها الكالسيفيكيشن موجوده في البريفر. انا لما لقيت ان الكالسيفيكيشن في البريفر يبقى انا بتكلم على باينيال بارينكيمال تيومر. الباينيال بارينكيمال تيومر لما لقيت ان الكالسيفيكيشن في البريفر عندي حاجتين، يا اما واحده هلاقيها شكلها ايه ريجولار وشكلها مش شكل الباينيال بادي، فدي بتبقى البينو بلاستوم. او المنظر اللي احنا بنشوفه ده اللي هو ويل ديفاين وشكله شبه الى حد ما شبه الباينير بادي، فدي بيسموها بينوسايتوما لان هو عباره عن بناين تيومر بيشبه لحد كبير الايه؟ الباينير بادي. وطبعا زي ما احنا شايفين تيز هوموجينس انهانسمنت بتاع الباينير بادي في كل التيومر معظمهم عنيف، خلاص؟ زي ما احنا شايفين اهو نفس الكلام، ده تيومر واخد لحد ما شكل الباينير بادي، واخد انهانسمنت وممتد ورا اهو في الكوادرجيمنال سيستير، وممتد قدام في السيستير بتاع الفيلم انتربوستيوم، خلاص؟ وهو ده المنظر اهو، وشايفين ده؟ اهو ده الانترنال سيريبرال فين، اهو الانترنال سيريبرال فين فوقيه،
انترنال سيلولار ريف، ويتفادى معناه ان هو طالع من باينير بادي مش طالع من التنتوري، وبالتالي ده ما ينفعش يبقى مينينجيوما ده. لا مش هتقدري طبعا، مش هتقدري الا اذا كنت تقدري يعني، الا اذا كنت شفت في ساعات لو انت قطعت في الانترنال سيلولار فين ممكن يبان، ممكن بس الساشتا طبعا هو اللي اللي بيوضح يعني. خلاص فده الانترنال سيلولار هو مشاور عليه ان الانترنال سيلولار فين فوقيه ما تقلقش، ده مش مينينجيوما، ده طالع من باينير ايه، من باينير بادي. ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه البينوسايتوم. وقلنا العيان ده، قلنا العيان ده شايفين فعص التكتم ازاي؟ فالعيان ده يجي بايه؟ loss of upward gaze eye gaze، ان هو يفقد القدره ان هو يبص ايه؟ لفوق. عشان اللي بيبقى التكتم ده السوبيريور كوريكلس تبقى موجوده فوق. خلاص؟ ده نفس الكلام، شايفين؟ ادي اهو واخد نفس الشكل بتاع الباينيال بادي، خلاص؟ ولكنه كبران شويه. حاجه ويل ديفاين، حاجه ويل ديفاين، واخده هيموجينس انهانسمنت وشبه الباينير بادي، موجوده في مكان الباينير بادي، لان ده شايفين ده الانترنال سيلولار فين اهو اللي هو واخد انهانس الانترنال سيلولار فين اهو، فالانترنال سيلولار فين فوقيه. فانا بتكلم على ان حاجه دي ايه؟ اتيز اباينيال بادي، وبالتالي اتيز بينو سايتوما، ما ينفعش تبقى غيره. خلاص ده بينو ايه؟ سايتوما. ماشي يعني ما بص مهما كان، حتى لو كان هو بيناين تيومر فهو يعني مهما لو كبر مهما كان فهو لازم يحصل فيه شويه بريكنج داون. والله انا ما اقدرش على كده يا محمد، يعني كده كده كتير صراحه، انا مش قادر. مثلا انترميديت لا، اصل انا يعني مثلا انترميديت دي يكون لازم قطع بالظبط، ومش لازم في كله. طيب فانا هنا ويل ديفايند ماس، ويل ديفايند ماس واخده نفس الشكل بتاع الباينيال بادي، وفي مكان الباينيال بادي، والاهم اهم حاجه الانترنال سيلولار فين. الانترنال سيلولار فين لو لقيته فوق الماس يبقى انا بتكلم على ان انا بتكلم على ايه؟ باينيال بادي ريجن، باينيال بادي تيومر. ماشي؟ طيب اهو كنت بتكلم على ان هو هيتروجينس شويه. اي تيومر حتى لو كان بناين لما هيكبر هيحصل فيه سنتر بريك داون، ده منطقي. ماشي؟ ليه؟ لان البلاد سبلاي بيبقى في السنتر غالبا ما بيبقاش ايه، ما بيكفيش، فبيبدا يحصل نيكروز، وبيحصل مهما كان حتى لو هو بناين تيومر. المالجننت وهو صغير يحصل فيه نيكروز وهيمروج كبير. ليه؟ لان البروليفريشن بيعدي مستوى البلاد سبلاي من الاول خالص، فبيحصل نيكروز وهيمروج. خلاص هنا صحيح في شويه سيستك ديجنريشن هنا، بس مازال محتفظ بشكله نفس الشكل بتاع الايه باينيال بادي ويل ديفاين، وحاجه زي ما قلنا كده طالع من الباينيال بادي اهو، طالع من الباينيال بادي. ليه؟ لان ده الانترنال سيبرال فين فوقيه، الانترنال سيبرال فين فوقيه. خلاص طيب تاني حاجة بقى اللي هو التاني بارينكيمال باينيال بادي تيومر اسمه بينو بلاستوم، ده النوع التاني اسمه بينو ايه؟ بينو بلاستوم. طيب البينو بلاستوما احنا قلنا اتفقنا ان هو بيتكون من اماتيور سيل، والاماتيور سيل وطلع من نيورو اكتودرمال تيومر، يبقى اتيز بريماتيف نيورو اكتودرمال سيلز. البريماتيف اللي هو البنت زي النيورو بلاستوما وزي المدابو بلاستوما بالظبط. ليه؟ لان هو بيتكون من اماتيور سيل وطلع من النيورو اكتوديرمال تيوم، فهو عباره عن بنت. ده اتس بريماتيف نيورو اكتوديرمال تيوم. ونفس السلايد اللي هي بتاعت الهيستولوجي بتاعته اللي هو عباره عن سمول بلو راوند سيل تيوم، سيلز كومباكتد مع بعض. السيلز بتكونوا كومباكتد مع بعض جدا، وبيبقى هاي سيلولار تيومر، ما بيبقاش ووتر بيز زي كله، وبالتالي ده بيطلع من ايه القصه بتاعت الايه تيومر العاديه اللي هي لو 51 وهاي 52. لا مش هيبقى كده، ان هو يبان ان هو هايبر ديز شويه في السي تي، ان هو يبان ريستريكتد في الديفيوجن، فده قصته قصه ثانيه. خلاص وبالتالي الكي ساين بتاعت البينو بلاستوما ده ايه؟ اول حاجه الكالسيفيكيشن موجوده فين؟ احنا اتفقنا ان هو it is a binary parenchyma tumor، فلازم تكون موجوده في البريف. البلاست بتكسبلود، شايفين الاسم ده
ان هي بتكسبلود الكالسيوم، الكالسيوم الموجود تخليه تكسبلود تطلعه على البريفري، فبيبقى الكالسيفيكيشن موجوده في البريفري. تاني حاجه الريجولر مش زي التاني، الشكل بتاعه الويل ديفاين ده ما بيبقاش كده، بيبقى الريجولر. تالت حاجه ان هو بيبقى فيه نيكروز وهيمرج، لان احنا قلنا فاكرين نيوروبلاستوما بالظبط، سيلز عدد الخلايا كبير جدا لان هي اصلا بتبروليفريت. لو كنت فاكرين نيوروبلاستوما كنا قلنا نيكروز التيومر ده النيكروز والهيمرج فيه عنيف جدا، نيوروبلاستوما وهو كان بريميتيف نيور، لانه اصلا الخلايا اصلا دي بتبروليفريت لوحدها، اما تيور سيل بتبروليفريت لوحدها، فلما يبقى فيها تيومر فهيبقى عنيف جدا، فالنيكروز والهيمرج فيه بيبقى ايه، بيبقى عنيف. خلاص شايفين التيومر ده، التيومر ده لو هو طالع من ده، التيومر طالع من الباينيال بادي ريجن، لان هو في السي تي، في السي تي اول حاجه انا شايف ان الكالسيفيكيشن هنا موجوده فين، في البريفري على الاطراف. تاني حاجه اتز هايبر دنس، صح شايفين هايبر دنس عن بقيه عن بقيه الحاجه، فبالتالي ده اتز هاي سيلولر تيومر. اول حاجه الكالسيفيكيشن موجوده في البريفري ماشي، ولكنه هايبر دنس في السي تي، وده حاجه مميزه جدا. ليه؟ لانه هاي سيلولر تيومر زي اي زي ميدالو بلاستوما، احنا قلنا ميدالو بلاستوما اتز هاي سيلولر تيومر، وبالتالي بيبقى ايه، يبان ان هو هايبر دنس في السي تي. خلاص شايفين المنظر ده، ايه رايكم في المنظر ده؟ هل المنظر ده الريجولر اللي احنا كنا شايفينه المره اللي فاتت؟ لا، ده بقى الريجولر خلاص، وفي حتت نيكروز وهيمرج. اتفق الاثنين، اتفقوا على حاجه، الاثنين اتفقوا على ان هما الاثنين تحت الانترنال سيربال فين، لان هما طالعين من باينيال بادي، ولكنهم الاثنين الريجولر، ولكن ده الثاني ويل ديفايند ومحافظ على شكل باينيال بادي، ده الريجولر وفي نيكروزس وايه، وفي نيكروزس وايه وهيمرج. خلاص ما تقدرش تحكم يعني، انا عمرك ما تقدر تحكم من صوره واحده يعني، انا ما اقدرش ابص ايه ممكن ينفلتريت. طب ليه؟ لان هو ولسه كنا بنشوف، بس قبل ما ينفلتريت، قبل ما ينفلتريت التيومر ده بالذات، التيومر ده بالذات زي ميدال بلاستوما كان الكومبليكيشن بتاعته مهمه جدا. ايه هي؟ ايفن دايمال سبريد. كل البنت، كل البنت بتعمل ايفن دايمال سبريد، وبين بلاستوما برده من ضمنهم، زي خصائص، زي خصائص واحده، هما كلهم الاثنين هاي سيلر تيومر، الاثنين بريميتيف نيوروبلاستوما تيومر، الاثنين سمول سيل برو راوند سيل تيومر، الاثنين بيعملوا ايفن دايمال سبريد. خلاص الاثنين هايبر دنس في السي تي، الاثنين ريستريكت في الديفوجن في الام ار اي. ليه؟ لان الباثولوجي واحد. خلاص طيب هو ممكن ولو حجمه صغير مش اي مشكله ماشي. طيب ده الديفيوجن بتاعه، شايفين الريستريكتد ازاي؟ وبالتالي لما الاقي فيه ماس موجوده في الباينيال بادي، الماس دي الريجولر الكالسيفيكيشن بتاعها لو لقيته بريفيرال و هاي سيلر تيومر اتيز بينو بلاستوما، مفيش ديفرنشال دايجنوز. خلاص يبقى ماس موجوده في الباينيال بادي الريجولر ان شيب، كالسيفيكيشن فيها في البريفري، وهاي سيلر تيومر اتيز بينو بلاستوما ماشي؟ نعم ده ايه؟ لا معرفش، ما هو مش عارف الجريد ايه. تتكلم على السينيس تيومر، كل البينوبلاستوما جريد 4، يعني كل البينوبلاستوما الميدالوبلاستوما كده بيقسموهم جريد 4 زي النيوروبلاستوما بالظبط. الكوز والكومبليكيشن احنا قلنا ان اهم حاجه ان ايه، العيان ده ممكن يحصل له ايفن دايمال ايه، ايفن دايمال سبريد. طيب اخر حاجه في الباينيال بارينكيما سيست، هي الباينيال سيست اللي هي السيست دي، تبقى سيست موجوده فين، في الباينيال ريجن. بيقولوا ان هي ليها علاقه بالهرمونز، تطلع اكتر في الفيميل وتكبر مع الهرمونز، يعني مش قضيه. الفكره في ايه، ان هي عباره عن ايه، عباره عن سيست موجوده في الباينيال بادي، اتس سيست يعني زي اي سيست في الدنيا. طيب بس في اختلاف، ايه الاختلاف؟ احنا قلنا ويرجع لان الباينيال بادي ما فيهوش بلاد برين بارير، ان السيست دي، السيست دي الول بتاعها مكون عباره عن الباينيل تيشو، والتيشو ده بياخد انهانسمنت. خلاص فالانهانسمنت ان السيست دي لو انت صبرت عليها شويه الكونتراست هتبدا تديفيوز من بره لجوه وتبدا تاخد انهانسمنت. خلاص ولكن عاده اتيز سيست، ادي السيست اهو، دي سيست، دي ما حدش يقدر يقول ان غير ان هي سيست، سيست موجوده في الباينيل، باينيل بادي سيست. خلاص الول بتاعها ده المفروض انك تشوف ان هو انهانس، ليه؟ لان الول بتاعها مكون من باينيال بادي، والباينيال بادي عاده بينهانس. خلاص فالول بتاعها مكون من انهانس عادي، مفيش مشكله. خلاص لو انت صبرت عليها شويه، لو صبرت عليها ممكن تلاقي انهانس،
لو انت صبرت عليها شويه ممكن تلاقي تنهار. خلاص دي سيست دي انا ما اقدرش اقول عليها دي. هل دي ينفع بينو بينو سايتوما؟ لا دي سيست دي كوره دي دي سيست دي سيست مش هقدر دي شكلها سيست خلاص. فدي ايه باينيال بادي سيست فهي ويل ديفايند سيست ولكنها ساعات بتبقى نوت تريكا في الحيث الانهانسمنت بتاعها لان احنا قلنا باينيال بادي ما فيهوش بلاد برين باري. طيب زي ما احنا قلنا ده شايفين هنا دي سيست خلاص بس الكالسيفيكيشن موجوده فين؟ في البريث. الكالسيفيكيشن دي اصلا موجوده في الباينير بادي. احنا قلنا ان هو اصلا الكالسيفيكيشن بيبقى موجوده في الباينير بادي وهو لان السيستم موجوده جوه والاطراف ده هو الباينير تشوف هي الكالسيفيكيشن بتاعتها موجوده فين؟ في البريث. خلاص سيست دي سيست ودي سيست دي سيست ودي سيست خلاص. اه ساعات يحصل فيها كومبليكيشن ممكن يحصل هيمرج بس نادر. شايفين ده هيمرج ده هو فين الهيمرج اللي فوق اللي تحت؟ فوق اللي تحت هيمرجات فالهيمرجات مش شرط ان هو يكون برايت كده فهو لا الهيمرج اللي تحت هو الايه القتل هو اللي ينزل لتحت. خلاص ساعات بيسموها باينيل ابوبليكسي هنعرف كمان شويه لما نتكلم على البيتيوتري يعني ايه ابوبليكسي. خلاص لما يحصل هيمرج ساعات يحصل هيمرج جوه الباينيل بادي فيحصل زي ما احنا شايفين ان ده فلويد فلويد ليفل فده الفلويد وده الهيمرج بتاعنا ساعات يحصل فيها ايه؟ ساعات يحصل فيها هيمرج. ادي اهو ده دليل على ان الهيمرج هو اللي تحت ده السيست او ده الفلويد وده الهيمرج اللي تحت اللي هو موجود ده بتاع السي تي بتاعه بتاع نفس الصوره اللي هو اللي فات. خلاص؟ طيب فاحنا كده خلصنا الباينيل بارينكمال. الباينيل بارينكمال تيومرز اللي احنا قلنا ان هم بيطلعوا من بينوسايت اللي احنا قلنا الكالسيفيكيشن بتاعتهم بيكونوا في البريفري بيكسبلود الكالسيفيكيشن. قلنا ان الباينيل بادي بيحصل فيه بيبقى موجود فيه جيرم سيل. الجيرم سيل بتبقى موجوده في الباينير بادي ومش بس باينير بادي باينير بادي او الثلمس او الهايبوثلمس. اشمعنى الثلاثه دولت؟ لان هم بيتكونوا في نفس تكوين او في نفس المايجريشن بتاع جيرم سيل اللي بتروح للجناد وهي جايه تروح للجناد اتلخبطت فراحت للايه الباينير بادي ريجن. فالباينير بادي ريجن هلاقي فيها جيرم سيل. الجيرم سيل اللي هم بيكونوا الايه السبير والاوفم خلاص هم دول اسمهم جيرم سيل. الجيرم سيل هو اللي هيكونوا وبالتالي لو تيومر طلع منهم هم نفس التيومرز بتاعت التستس وبتاع الاوفري بالظبط. يعني على راسهم مثلا جيرمينوم هو هتلاقي فيه كتير مثلا جيرمينوما هتلاقي فيه حاجه اسمها يوكساك او اندوثيرمال ساينس تيومر هتلاقي فيه حتى كوريوكارسينوما. كوريوكارسينوما اللي هو بتطلع في البلاسنت كوريوكارسينوما خلاص التيراتوما كل دولت هم نفس اللي بيحصلوا تحت هم نفس اللي بيحصلوا ايه فوق لان هم مصدرهم واحد اللي هي الجيرم سيل الجيرم سيل اللي هي بتكون هنا او بتكون هنا. طيب الجيرمينوما ده اشهرهم وده اشهر تيومر بيحصل في الباينيال بادي. It is the most common tumor على الاطلاق. The most common tumor مش البينوسايتوما ولا البينوبلاستوما the most common tumor على الاطلاق It is the germinoma. الجيرمينوما هي السيمينوما هي السيمينوما اللي بتحصل في التست. الجيرمينوما هي السيمينوما. انا ما اعرفش انتوا كنتوا فاكرين السيمينوما ولا لا. انا يعني انا كان في لما كنا بناخد في ثالثه واحنا في سنه ثالثه كان في الباثولوجي جار كده سيمن تيستس كبيره قوي 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 كده بس شكلها ويل ديفايند ومنتظم هو هي دي السيمينوما. انا ما اعرفش لسه فاكرها ليه لحد دلوقتي بس فعلا شكلها مميز جدا. حتى الباثولوجي بتاعها كان غريب جدا. كان عباره عن سيلز كده كتيره بس كان ما بينهم في فايبرس تيشو والفايبرس تيشو دي لو كنتوا فاكرين كانت بتبقى فيها ليمفوسايت. الليمفوسايت دي خلت السيمينوما بتاعت التستس خلتها بالرغم ان هي مالجننت تيومر الا ان اوف فيفرابل بروجنوزس يعني البروجنوز بتاعها جميل جدا. ذا موست راديو سنسيتيف تيومر از ذا سيمينوما. ليه؟ لان هو فيه اصلا ليمفوسايت. الليمفوسايت دي خلايا مناعيه. تخيلي تيومر فيه من نص جواه ليمفوسايت. التيومر اصلا تكوينه كده انه في جواه ليمفوسايت خلاص. فهو ذا موست كومن راديو سنسيتيف تيومر از ذا سيمينوم او الجيرمينوم الاثنين بيسموها سيمينوما تحت في التستس او هنا بيسموها ايه جيرمينوم. طيب ده هيفيدني في ايه غير ان هو الكلام ده هيفيدني ان الانفلتريشن بتاع الليمفوسايت العنيف ده مش هيخلي ان في سبيسز واضحه في التيومر ده يخش فيها ميه ويحولهولي لهاي سيلر تيومر وبالتالي الجيرمينوما او السيمينوما من ضمن الهاي سيلر تيومر اللي بان هايبر دنسيتي في السي تي واللي بان ريستريكتد في الديفيوجن واللي بان لو في التي 2 زي اي هاي سيلر تيومر. سببها ايه؟
ان في انفلتريشن في التيومر ده، انفلتريشن للليمفوسايت. شايفين ده الفايبرس تيشو سيبت دي اللي هي دي خلايا بتاعه التيومر، دي الفايبرس تيشو سيبت دي فيها خلايا زرقاء صغيره خالص، زرقاء صغيره خالص، دي هي دي الليمفوسيتك انفلتريشن، هي دي اللي خلت لي التيومر ده يبقى هاي سيلولر تيوم. خلاص اسمه ايه؟ اسمه جيرمينوما او اسمه سيمينوم. طيب الكي ساين بتاع ده، الكي ساين بتاع ده لازم يبقى ميل. انا كاتب لكم نسبه ان هو من 20 لواحد، فانتوا بقى شوفوا هل من 20 لواحد ينفع يكون في الفيميل؟ والله لو جت في الفيميل تبقى يعني يبقى انتوا هو بيجي في الفيميل، يعني ما اقولش ان هو نسبته من كل 20، النسبه 20 لواحد دي حاجه يعني حاجه فظيعه، يعني غالبا ميل. في ناس تكتب اكسكلوسيفلي ميل، فخلاص انا جبت لكم النسبه عشان في ناس بتقول لك اصل اللي هيحصل في التستس هيحصل في الاوفري، التيومر ده بيحصل في الاوفري ما بيسموهش سيمينوم بيسموه ديس جيرمينوم، مش هتفرق، بس هو واحد، بس النسبه زي ما احنا قلنا النسبه 20 لواحد، فهو خلينا نقول ان هو اكسكلوسيفلي ميل، ده واحد. تاني حاجه 90% منه، بص النسبه 90% منه بيحصل تحت سن ال 20 سنه، فبالتالي ما تجيبلوش ما تقوليش واحد عنده 40 سنه وتقول لي ان ده جيرمينوم، ما ينفعش. خلاص فهو لازم يبقى اقل من 20 سنه، لازم يبقى ميل، يبقى لازم يبقى ميل ولازم يبقى اقل من 20 سنه. هفتكرها ازاي ان هو بيحصل في الميل؟ هو السيمينوم، والسيمينوم بتحصل في التستس، فبالتالي هو في الميل، فهو في الميل اكسكلوسيف لايميل زي ما فاندمنت كاتبها، قال اكسكلوسيف لايميل ما عنديش اي مشكله. وكمان قايل ايه؟ ان هو اقل من 20 سنه، لازم يبقى اقل من 20 سنه. تاني حاجه دي قاعده بقى احنا متفقين عليها، ان الجيرمينوما او الجيرم سيل تيومر بتنجلف الجي مع الجي، ان هي بتنجلف الكالسيوم، تخلي الكالسيوم في النص زي ما انتم شايفين كده، الكالسيوم يبقى في النص، التيومر يبقى على الطرف بينما هي فين؟ في النص، فبتنجلف الكالسيوم. تالت حاجه ان هو قلنا ان هو هاي سيلر تيومر زي ما احنا شايفين، ده سي تي وهو عباره عن هايبر دنس في السي تي. خلاص فهو دوت الاربعه. لما تلاقي فيه ولد صغير عنده ماس موجوده في الباينيال بادي، الماس دي فيها كالسيفيكيشن في النص، انجلفنج كالسيفيكيشن، يبقى ميل اقل من سن 20 سنه، كالسيفيكيشن في النص، ويا سلام بقى لو لقيته ان هو هاي سيلر تيومر، هايبر دنس في السي تي، وعنده لو في التي 2 وعنده ريستريكت في الديفيوجن، ات از جيرمينوم. خلاص سوبر سيلر ايه؟ ماشي. ما بالظبط هو ايه اللي بيحصل؟ انا قلت لكم ان هو مش بس الجيرم سيل مش بتمايجريت في الباينري بادي، بالظبط بتمايجريت هنا وبتمايجريت في الثالاموس والهايبوثالاموس. فنلاقي من ضمن الديفرنشال دايجنوزس من السوبرا سيلر ماس ليجن يجي يقول لك الجيرمينوم ويجي يقول لك التيراتوم. ليه؟ لان هم جيرم سيل، الاثنين عباره عن جيرم سيل، زي ما بتمايجريت هنا هتمايجريت، لان الاثنين بيحصلوا في نفس التكوين او في نفس الديفلوبمنت بتاع او في نفس التوقيت. التوقيت اللي بيحصل فيه مايجريشن للجيرم سيل عشان تروح للجنادة الريدج هو نفس التكوين اللي بيتكون فيه الباينيال بادي والهايبوثالاموس والثالاموس، وبالتالي لو حصل ابيرنت مايجريشن هتروح الباينيال بادي تكون جيرم سيل تيومر، هتروح الثالاموس والسوبرا ثالاموس، الثالاموس والهايبو ثالاموس تعمل سوبرا سيلر ماس ليجن وتخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع سوبرا سيلر ماس ليجن. ماشي؟ طيب الجنرال بتاعها مكانها فين؟ مكانها في الباينيال بادي، وقلنا ان هو زي اي حاجه شكلها مش مهم الشكل، بس اهم حاجه زي ما قلنا القواعد بتاعتنا اللي هو ايه؟ اهم حاجه ميل، وان هو يكون اقل من 20 سنه، وان هو يكون ريستريكتد في الديفيوجن وهايبر سيلولر وبتاع، والكالسيفيكيشن لو لقيناه هنلاقيه في النص. هنا نفس الكلام، ده ساعات كتير قوي بنلاقي فيه سيستيك تشينجز في الجيرمينوم. ماشي، بس انا اللي بحب او اللي انا موريه هنا ايه؟ ان الماس دي بتاخد هيموجينس انهانس. فاكرين زي ما قلت كده السيمينوما بتاعت التستس، السيمينوما بتاعت التستس كانت التستس سليمه، انا كنت ببص فيها في الجار، انا كنت فاكر الجار التستس ما فيهاش اي حاجه، التستس سليمه جدا، بس إيه؟ ما هي الا عباره عن كبيره في الحجم، فهو تيومر النيكروزس والهيموج فيه قليل جدا، وبالتالي الانهانسمنت بتاعه على قد ما تقدر بتحس ان هو هيموجينس انهانس، على قد ما شايفين هنا هيموجينس ايه؟ هيموجينس انهانس. طيب انا هتلخبط بينه وبين الحاجات الثانيه، مش هتلخبط بينه وبين حاجه ثانيه، لانه لازم يكون ميل، لازم يكون اقل من سن 20 سنه، ولو عملت له ريستريكتيف ديفيوجن فالموضوع بيبقى صعب. خلاص
انا جايب الصوتين دول بس عشان ابين ان هو فعلا هيموجينس انهانسمنت وان كوز والهيموليج فيه بيحصل قليل. زي ما احنا شايفين هنا ده سيستك تشينج بتبقى موجوده، بس الباقي بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن هيموجينس انهانسنج. ايه؟ عباره عن هيموجينس انهانسنج ماس ليشن. طيب لا مش كل الناس اللي عندهم باينيال بادي تيومر يحصل. لو 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 الولد ده عنده الباينيال بادي تيومر ده طلع له قبل او هو عنده 9 سنين او 10 سنين هيجي بقى بيركوشس بيبرتي، انما لو جه في 19 18 سنه مش هيجي مش هيبنفست بكده. فاهم قصدي؟ يعني اللي اقصده ايه؟ ان لو جه هو ده بيحصل اقل من سن 20 سنه، ممكن يحصل 19 بس ممكن يحصل 9 او ممكن 8، ما هو 8 ده اقل من 20 سنه. ولو جه وقتها هي مانيفيست بيركوشس بيبرتي، لانه هي ديستيرب الفانكشن بتاعه الباينيال بادي ويبدا يمانيفيست بيركوشس بيبرتي. صح؟ في حاجه طيب؟ انا مش حاسس، مش مقتنع. لا لا ما فيش بس انا اقل من كده عشان ممكن يعني هو على فكره مش كل كمان مش كل الباينيال بادي تيومر بيجي بيركوشس بيبرتي، يعني حتى لو هو واحد عنده باينيال هي السيمينوما بتطلع هرمونز؟ لا ما بتطلعش، السيمينوما ما بتطلعش. في حاجات تانية بتطلع، يعني ديوك ساك تيومر يقول لك ان هي بتطلع الايه؟ الالفا فيتو بروتين، تلاقيها عالي جدا الالفا فيتو بروتين. الكوريو كارسينوما، بس انا مش هجيب لكم الحاجات دي. الكوريو كارسينوما يقول لك ان الاتش سي جي الهيومن كرونيك جرانيت روبين تلاقيه عالي جدا في السماء. خلاص؟ بيطلع نفس ده، بس السيمينوما ما بتطلعش، السيمينوما ما بتطلعش. هما سموها سيمينوما ليه؟ عشان طالعه من السيمينيفرس تيوب، الجيرم سيل اللي موجوده في السيمينيفرس، عشان كده سموها سيمينوما بالصدفه. يعني ممكن يكون موجوده جيرم سيل بس ما تطلعش، يعني موجوده عنده بس ما تطلعش مشاكل. انا قلت بيركوشس بيبرتي نتيجه للديستربشن الفانكشن بتاعت الباينيال بادي اساسا، مش عشان خاطر تيومر. يعني ممكن بينو سايتوما او بينو بلاستوما تعمل بيركوشس بيبرتي. ليه؟ لان هي بتديسترب الفانكشن بتاعت الباينيال بادي، اللي هي اصلا ان هي بتطلع هرمون تنهبت الجونادروبين. ماشي؟ الكومبليكيشن والكوز كومبليكيشن معظم التيومر بتاع الباينيال بادي نظر لان هي ورا التكتب، فهتضغط في التكتب فتقفل السيربل اكوداكت اوف سيلفيس اللي قدامها خالص، اللي هو قدام التكتب على طول، فتعمل هيدروكيفرس. خلاص؟ فده من ضمن الكومبليكيشن. طيب تاني جيرم سيل تيومر التيراتوم، تاني جيرم سيل تيومر التيراتوم. ونقف شويه بس على التيراتوم عشان نعرف ايه التيراتوم دي، هنلاقيها في كذا حاجه. اشهر تيراتوم بتحصل في الاوفري، ده معروف، التيراتوما بتشهر في الاوفري. التيراتوما دي عباره عن ايه؟ التيراتوما دي عباره عن، هو عباره، بص ليها تشبيه جميل جدا، يقول لك ايه؟ هي عباره عن فيتس وذنا فيتس. يعني ايه فيتس وذنا فيتس؟ يعني الخلايا بتاعتنا كلها الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم موجودين في التيراتوما دول، اكنه هكون فيتس بس لسه ما اتكونش. خلاص؟ يعني وقفنا عند مرحله بتاعت الاكتوديرم، يعني تيومر بيحتوي على ثلاثه اللير اللي بيكونوا الفيتس، فاكن هو فيتس اتكون وذنا فيتس، يعني هو فيتس اصلا بيتكون عادي بس جواه فيتس ثاني. خلاص؟ فده هو التشبيه بالتيراتوما. فالتيراتوما بتتكون من 3 جيرم لايرز، هلاقي فيها اكتوديرم وهلاقي فيها اندوديرم وهلاقي فيها ميزوديرم. طيب وهل هي فعلا ينفع تتكون من الجيرم سيل؟ طبعا. هو الفيتس بيتكون منين؟ مش الفيتس بيتكون من جيرم سيل؟ فهو ما جيرم سيل هي اللي يبقى هي اللي تكون، مش هو الفيتس بيتكون من جيرم سيل؟ صح؟ سبيرم واوفن بيتكون، ما هو ده اللي يكون فيتس. خلاص؟ فالتيراتوما بتتكون من جيرم سيل، فالتيراتوما از ا جيرم سيل تيومر. التيراتوما از ا جيرم سيل تيومر، ولكن بيحتوي على 3 جيرم لاير، اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم. اكتوديرم يعني هلاقي فيها جلد وشعر وي 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 وي. اندوديرم يعني هلاقي فيها اندوثيليوم موجود جواها وكارتلج وي وي وي. ميزوديرم ممكن الاقي فيها تيشوز، يعني مثلا هيجي يقول لك ان لو هي في حتت معينه بتماتيور لدرجه ان هي تفرز ثايرويد هرمون، تعمل ثايرويد جلاند وتفرز ثايرويد هرمون. خلاص؟ طيب فبالتالي التيراتوما ده ات از اتيومر طالع من الجيرم سيل، ولكنه بيحتوي على 3 جيرم لاير. زي ما انتم شايفين هنا دي اللي هو يسموها ماتيور سيستيك تيراتوما، اي ده الجلد وده سوفت تيشو، وهلاقي فيه هنا شعر اهو، وممكن الاقي فيه كالسيفيكيشن، وممكن الاقي فيه سنه وي وي وي. كل ده زي ما انتم شايفين، ادي ده الكارتليج خلاص، وده الجلاند الجلاندولار تيشو، وده السكن والكيراتين والكلام. فده الكارتليج اللي هو
الاندوديرم وده الجلاند اللي هي الميزوديرم وده السكين، فهو الايه الثلاثه اللي هو يعتبر الاكتوديرم، فاكتوديرم واندوديرم وميزوديرم خلاص. المهم ده تحت الميكروسكوب. التراتوما لو بقت ويل ديفرنشيتد خلاص، ويل ديفرنشيت بيسموها ماتيور سيستيك تراتوما. ماتيور سيستيك تراتوما، الماتيور سيستيك تراتوما دي بتبقى ايه؟ فيها كل حاجه ماتيور. يعني ايه؟ يعني الجلد جلد بكل حاجه فيه، بالسكين ابندجز بتاعته، بالفاتي السبيشيس جلاند بتاعته، لدرجه ان هو ممكن سبيشيس جلاند وتفرز فات. وعشان كده يقول لك الماتيور سيستيك تراتوما بيبقى فيها كتير جدا تميز ان هي فيها فات. ايه اللي خلى فيها فات؟ لان الجلد فيه سبيشيس جلاند، سبيشيس جلاند تبدا تطلع فات، فنلاقي ان جواها فات، ونلاقي جواها شعر خلاص، ممكن نلاقي جواها سنه، ممكن نلاقي، فهو غالبا بيبقى ماتيور. كل ما كانت ام التيشوز التلاته تيشوز دولت ام ماتيور، مش هتلاقي فيه الديفرنشيشن ده، مش هتلاقي فيه الشعر، مش هتلاقي فيه الجلد، مش هتلاقي فيه، هتلاقي فيه التلات خلايا بس بدرجه ام ماتيور، فبتلاقي تتحول من سيست الى سوليد تيومر، فبيسموها من ماتيور تراتوما الى ام ماتيور تراتوما. بس مش مهم يعني ام ماتيور دي تراتوما صراحه، يعني انت مش هتعرف التراتوما في الجيرم سيل في الباينيال بادي غير لما تلاقي فيها فات. حتى التراتوما اللي لما تلاقيها في الاوفر مش هتعرفها غير لما تلاقي فيها فات، فانت غالبا مش هتشخص غير اللي فيها فات اللي هي ماتيور سيست. انا بقول لكم يسموها ماتيور ليه؟ لان في بعض الاحيان بتبقى ام ماتيور التيشوز بتاعتها صراحه ثلاثة تيشوز ولكنهم ام ماتيور، فما بيكونوش الخلايا بتاعتنا اللي احنا عارفينها اللي هي الجلد والفول ديفلوبمنت ده ما بيحصلش، فبالتالي تتحول من ام ماتيور تيشو وبتبقى غالبا سوليد وبتبقى هيدروجينس، وبيبقى لو باثولوجي بتبقى تحتوي على الثلاثه ولكن مش بتبقى نفس المنظر ده خلاص. فاحنا هنا هنتكلم على التراتوما اللي هي الماتيور اللي غالبا ماتيور سيستيك تراتوما اللي هي اللي بيبقى فيها شعر وي وي وكالسيوم. طيب اول حاجه لازم اقول ان هي هلاقي فيه باينيل بادي ريجن ولكنها هيتروجينس، ده اول حاجه خلاص. كلنا متفقين هيتروجينس ليه؟ لان هي فيها سيست وفيها شعر وفيها كالسيوم وفيها اكتوديرم وفيها، فهي لازم تكون هيتروجين خلاص. انا مش هعرفها غير بالفات خلاص، هو ده اهم حاجه الفات. هنا مثلا هو انا يمكن الاشعه البتاع مش واضحه قوي، بس لو هو هنا واضحه بس ما اعرفش ليه مش على البروجيكت مش واضح. ده دي فات، دي مش زي ده فلويد وده فلويد، بس هو هنا صراحه ظاهر على البتاع ان ده فات. هوريك صور ثانيه اوضح من كده خلاص. طيب فهي اهم حاجه ان هلاقي فيه هيتروجينس ماس فيها فات. لو لقيت هيتروجينس ماس فيها فات في المكان ده، سواء كان باينير بادي او سواء سوبرا سيلر او دي تيراتوم، انت مش هتعرفها غير بكده صراحه. يعني ولا انا يعني مش حدش هيعرفها غير بكده، ان هي فيها ايه غير ان هي فيها ايه فات. هيتروجينس فيها كالسيفيكيشن وسيست وكالسيفيكيشن وسوفت تيشو، بس اهم حاجه فيها ايه؟ الفات خلاص. طيب معرفش برضو هنا يعني انتوا ملاحظين ان السواد ده قوي عن ده ولا مش ملاحظين؟ يعني ده فات، معرفش اذا كان هو هنا والله باينه بس يمكن هنا مش باينه قوي اهو. خلاص بصوا يعني هو ده التي 1 وده الحته اللي فيها برايت قوي دي هي ده الفات في الام ار، فهو مبينها قوي خلاص. طيب فانا لما الاقي في ماس موجوده في الباينيال بادي اتيز ايه؟ اتيز التيراتوم. هنا برضو باين حاجه حلوه، شايفين ايه ده؟ ايه اللي باين هنا في الصوره؟ معرفش اذا كنتوا هتلاحظوه ولا لا. دي من ضمن الكومبليكيشن بتاعت الرابتشر صح. شايفين ايه؟ فين الرابتشر؟ طيب طيب فين؟ يعني اللي فوق اللي فات ولا اللي تحت؟ نعم اللي فوق صح. شوف بقى هنا الابيض ده انت ممكن تقول عليه هيموريدج خلاص، بس عمر ما الهيموريدج هيبقى فوق كده، اللي هي فلوت كده ادي ده فات خلاص. فالفات ده اللي هو برايت ده اللي شايفينه ده، هو على فكره موجود هنا انتوا لاحظتوا، بس هو هنا اسود بزياده، يعني هنا اسود شويه بس هنا اسود بزياده، فهو ده الفات. بس هو انا ما اعرفش الصور هنا اوضح من هنا خلاص، بس هو الام ار هنا خلاص موضحه يعني. فهنا الفات اهو موجود هنا، فهو غالبا بترابتشر الترتونا بترابتشر تعمل ايه؟ تطلع الفات في كل حته. طيب هو 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 الكومبليكيشن دي كومن، بس مش كومن مع التيراتوما، كومن مع حاجه اكتر منها حدوثا بتحتوي على فات اللي هي الديرمويد سيستم. هو الديرمويد تختلف عن التيراتوما شويه. ايه بقى الديرمويد؟ إيه اسمها كده الديرمويد؟ مش دي ساعات بيسموها الديرمويد سيستم، ساعات دي بيسموها، بس انا بقصد بالديرمويد سيستم التيراتوما.
انما الديرمويد الثانيه اللي هي الايديرمويد والايبيديرمويد دي حاجه ثانيه قصه ثانيه. ايه اللي بيحصل فيها الديرمويد والايبيديرمويد ده؟ اثناء الكلوجر بتاع النيورال تيوب السكن او الاكتوديرم يخش لجوه اثناء الكلوجر، تلاقي فيه سكن دخل جوه الايه السينس خلاص. لما يخش جوه يعمل زي الجلد ما بيعمل، يعني هو شويه جلد فيبقى جلد وفي سبيشيس جراند تطلع سكريشن فتلاقيها فيها فات خلاص. فدي بيسموها الديرمويد بتاعت اللي هي تعتبر نوع من انواع الانكلوجن سيست. انكلوجن سيست يعني اثناء الديفلوبمنت اثناء الكلوجر بتاع النيورال تيوب تلاقي شويه جلد دخلوا لجوه فتحصل السيكوستريت جوه فبدا يتكون فيها ايه السكن بدا يديفلوب والفات يبدا يديفلوب فتكون الايه الديرمويد ايه الديرمويد سيست. دي قصه ودي قصه ثانيه. ده الديرمويد سيست والايبيديرمويد سيست دولت ما بتحتويش على بس اكتوديرم اللي هو الجلد، ما بتحتويش على كده بس، انما دول بيحتوي على الثلاثه ايه الثلاثه ستراكشر اللي هو الجيرم سيلز الثلاثه اللي هم الاكتوديرم والاندرم والاكتوديرم اللي موجود فيها بيطلع فات، انما الديرمويد ما بتحتويش بس غير على الاكتوديرم. ماشي خلاص. دي من ضمن الكومبليكيشن اللي تحتوي على ان هي تحتوي على فات فبيسموها ايه الرابتشر تيراتوما. بتشاف حلو قوي في الام ار وحتى في السي تي، بس اهم حاجه ان هي بتفلوت فوق الفات، يفلوت فوق الميه، الفات يفلوت فوق الميه غير الايه غير الهيمورجي اللي تحت كده. احنا يعتبر خلصنا الباينيال بادي ريجن، خلصنا الباينيال بادي ريجن وعرفنا ان في تو تيومرز اساسيين اشهرهم جيرم سيل تيومر على راسهم الجيرمينوما والتيراتوما. التيراتوما فيها الفات، والجيرمينوما اللي هي زي الستيمينوما اللي بتحصلش غير في الميل والاقل من 20 سنه، و كالسيفيكيشن تكون فيها بتنجلفنج الكالسيفيكيشن وهاي سيلر تيومر. واتكلمنا عن الباينيال بارينكيمال تيومرز اللي هم قلنا بتكسبلود الكالسيفيكيشن في البريفري اللي هم يشملوا البيناين تيومر اللي هو بينوسايتوما والبينو بلاستوما اللي هو عباره عن بريمتيف نيوريكديرما تيومر، وباينيال بادي سيست اللي هي سيست عاديه موجوده فين؟ في الباينيال بادي. خلاص؟ كده احنا خلصنا الباينيال بادي ايه؟ باينيال بادي تيومرز. طيب هنتكلم على منطقه مهمه جدا ثانيه اللي هي تعتبر ايه السيلر والبلاسيلر والسوبرا سيلر وكل السله يعني. خلاص؟ السيلر والبلاسيلر زي ما احنا شايفين عباره عن ايه؟ عباره عن ادي ده السفينويد ساينس وهنا في السله تيستيكا ودي البيتيوتري جلاند وعلى جانبيه هنا الكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس بيحتوي على الكاروتيد ارتري وبيحتوي على النيرفات بتاعه الايه؟ النيرفات بتاعه الايه؟ بتاعه الترايجيمنال نيرف اللي هم لا مش يعني 3 و4 والترايجيمنال في الايه؟ الاوفثالميك والمانديبيلر بتاعه. خلاص؟ 3 و4 ومانديبيلر وترايجيمنال من البتاع، والابديوسنت السادس ده بيبقى في الفلور. السادس ده بيبقى في الفلور، يعني هم بيقسموهم في لاترال وول وفلور. الفلور ده بيمشي فيه الابديوسنت نيرف ده لوحده. اللاترال وول 3 و4 والترايجيمنال بياخد منه الاوفثالميك والمانديبيلر. خلاص؟ حتى بيقول لك ان الابديوسنت ده نظرا ان هو ماشي في الفلور قوي فاي فراكتشر بيز يروح ضربه يعني، لان هو بيبقى ماشي على الفلور ماشي على السكال بيز على طول. المهم علينا. طيب البيتيوتري ماسكه بانفانديبيرم خلاص، والانفانديبيرم ده المفروض بيوصل بيه اوبتيك كازم اللي هو الكونكشن ما بين ده اوبتيك نيرف اوبتيك نيرف اللي هو ده الايه اوبتيك ايه اوبتيك كازم خلاص. تعال نشوف واحده واحده. اول حاجه عشان اتعرف على ده راديولوجيا سنسنت ومقسمها كويس صراحه. ماشي ما عنديش مشكله. هو كده كده جاي وهقوله كمان شويه. البيتيوتري زي ما احنا شايفين كده ده ما جايبها من راديولوجي اسيستنت مقسم الموضوع شويه حلو يعني. البيتيوتري اول حاجه لما تلاقي فيه ماس موجوده في السيلر او سوبرا سيلر ريجن لازم اهم حاجه تايدنتيفاي هي طالعه منين، هل هي طالعه سوبرا سيلر ولا سيلر، اقصد بيها بيتيوتري ولا مش بيتيوتري. يعني اهم حاجه طالعه لي من البيتيوتري ولا مش طالعه لي من البيتيوتري، ده اهم حاجه. فانت اهم حاجه تبص على البيتيوتري، لو انت شايف البيتيوتري مزقوقه يبقى دي طالعه مش من البيتيوتري، لو انت مش شايف البيتيوتري فانت ده غالبا طالعه من البيتيوتري. خلاص ده اهم حاجه، يعني اهم حاجه طالعه من البيتيوتري ولا مش طالعه من البيتيوتري. لو طالعه من البيتيوتري انا بقول لك ان 90% منهم غالبا لا اما مايكرو ادينوم ولا ماكرو ادينوم. خلاص لو مش طالعه من البيتيوتري والبيتيوتري مزقوقه فدي حاجات ثانيه. ماشي، فانت اهم حاجه بص على البيتيوتري جلاند،
لو انت لقيت البيتيوتري جلاند، لو لقيت البيتيوتري جلاند يبقى انت يبقى دي غالبا حاجه طالعه من السوبرا سيلر او 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 من حته تانية غير البيتيوتري. لو لقيت، لو ما لقيتش البيتيوتري، لقيت الماس هي عباره عن البيتيوتري بس كبرانه، فده غالبا اتيز ان ادينوما في البيتيوتري. فانت اهم حاجه تبص على الايه، على البيتيوتري. تاني حاجه بيقول لك انك تبص على السنتر بتاع الليش. يعني انت ساعات كتير قوي الماس تكون فاصله بيتيوتري ومش شايفها، فانت تقول ان دي بيتيوتري، فانت ما بتقدرش عارف هل دي بيتيوتري، هل هي دي بيتيوتري وكبرانه، ولا هي ماس وفاصله. قال لك بص على الاي بي سنتر بتاع الليش، يعني فين البلك بتاع الليش، فين هل البلك بتاع الليجن فوق السله ولا البلك بتاع الليجن جوه السله؟ لو البلك بتاع الليجن جوه السله ده غالبا بيتيوتري ايه اوريجن. لو هي بره الاي بي سنتر، يعني معظم الماس بتاع الليجن بره السله، فده غالبا ايه اتز اسوبرا سيلر ريجن. الكلام ده مهم، مهم جدا. ليه؟ لان بردكو ديفرنشال دايجنوز بيفرق جدا. لو بتكلم على حاجه سوبرا سيلر ده ديفرنشال دايجنوز، لو بتكلم على حاجه سيلر فدي حاجه ثانيه خالص. فسيلر ولا سوبرا سيلر ده السبعه على الارض، والديفرنشال بتاعهم صراحه صعب مش سهل. الديفرنشال سهل، هنعرف كمان شويه ازاي نعرف نفرق ما بينهم. دلوقتي يعني هتكلم عن البيتيوتري جلاند. خلاص البيتيوتري جلاند زي ما احنا شايفين كده ان معظم التيومرز اللي بتحصل فيها اتز ادينوما، معظمها ادينوما. هنعرف عن حاجه اسمها راسكس كريفتس كمان شويه وكرينيوفارينجوما كمان شويه، بس الاساس انا عايزكم تعرفوا عن الايه الادينوما. لما تلاقي في بيتيوتري جلاند تيومر اتز ادينوما، اتز ادينوما. طيب البيتيوتري ادينوما بيقسموه لمايكرو ادينوما وماكرو ادينوما، على حسب ايه؟ على حسب السايز. السايز هو ده اللي يقسم لك مايكرو ادينوما ولا ماكرو ادينوما. لو اكتر من سنتي اتيز ا ماكرو ادينوما، لو اقل من سنتي اتيز ا مايكرو ادينوما. طيب البيتيوتري مايكرو ادينوما زي ما احنا شايفين اهي، اقل من 10 مللي او اقل من سنتي، وكمان غالبا بيكونوا فانكشن، غالبا بيكونوا فانكشن. دايما 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 مشكله البيتيوتري مايكرو ادينوما سكريشن ليه، او زياده في السكريشن للهرمونز، والعيان بيجي يشتكي من زياده في السكريشن من الهرمونز، هايبر برولاكتينيميا، زياده في الجروث هرمون، اي ده غالبا مايكرو ادينوما. دي مشكلته. مشكله الماكرو ادينوما ما بتكونش كده. مشكله الماكرو ادينوما لان هي بتكون كبيره غالبا بيبقى ماس افكت، والله عامل هيدك، ضغط على الاوبتيك نيرف، اوبتيك كياسم، عامل باراليسيس للابديوسنت نيرف او النيرف بتاعت، عامل مشكلته كومبريشن. انما مشكله المايكرو ادينوما غالبا الايه السكريشن. هما بيقولوا يعني، بس يعني مش شرط، ان غالبا بتوع اللي بيفرزوا برولاكتين والجروث هرمون بيبقوا غالبا طالعين من اللاترال بتاع المايكرو ادينوما بتاع البيتيوتري، بينما اللي بيبقوا موجودين في السنتر غالبا بيطلعوا اف اس اتش وتي اس اتش واي سي اتش. خلاص بس مش لازم. الكي ساين بتاعها دي سهل، يعني انا دي مش هبقى عندي مشكله هل هي سيلر ولا سوبرا سيلر، دي سيلر، دي مش هبقى هشوف البيتيوتري جواها حاجه زي ما شايفين هنا، هشوف البيتيوتري اهو، البيتيوتري جواها هنا جواها ليش، فدي مش معضلتي قوي ان انا اقول ان دي سيلر ودي اكيد سيلر، خلاص دي مش مشكله. فدي اول ما الاقي حاجه جوه البيتيوتري، اول ما الاقي حاجه جوه البيتيوتري اتيز مايكرو ادينوما، سواء مايكرو او ماكرو، دي ما فيش مشكله لان غالبا بتبقى ايه جوه البتاع. عندي حاجتين مهمين فاندمنتال قايلها، بس يعني مش انا شايفها ان هي مش قوي لان ما بتشافش في كلها، بس فاندمنتال كلام يحترم صراحه، ان هي بتكون هايبو انتنس ان تي 1، هايبو انتنس ان تي 1. يعني انا لو شفت في التي 1 اهي هلاقي ان الحته دي الجزء ده هايبو انتنس شويه عن بقيه الايه، عن بقيه التيوم. العلامه الثانيه اللي انا شايفها ان هي تعتبر اهم 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 علامه واللي ما ينفعش تشخص من غيرها هي الدايناميك صراحه. الدايناميك ايه؟ ان السيلر تيوب او مايكرو ادينوما دي بتاخد انهانسمنت، بتاخد انهانسمنت في الديليد ايمجز، بتاخد انهانسمنت في الديليد ايمجز. يعني ايه؟ يعني في الاول انا هبك التيومر ده في الاول خالص. ازاي؟ احنا اتفقنا ان البيتيوتري جلاند بتاخد انهانس. ليه؟ لان البيتيوتري جلاند تعتبر ملهاش بلاد برين بيرز زي الباينيل باد، فبتاخد انهانس. الدايناميك سيكونس، الفحص بتاع الدايناميك ده في الام ار اي هتلاقيه بياخد ايه مقاطع للبيتيوتري نفس المكان اماكن، ولكن بازمنه مختلفه، والله ايميديتلي بعد الحق، وبعد كده مش عارف قد ايه 20 ثانيه بعد الحق، وبعدين 30 ثانيه ومش عارف ايه وايه. وتبص على الانهانس بتاع البيتيوتري تلاقي ان البيتيوتري جلاند تلاقيها منوره في الاول، تبدا تلاقي منوره منوره وتفضل مستمره منوره،
اول ما ايميديتلي بتيوتري جلاند بتاخد بتاخد انهانسمنت رهيب. الادينوما الادينوما في الاول ما بتاخدش في الاول ما بتاخدش بس لو استنيت عليها شويه هتاخد وبالتالي في الاخر مش هتعرف تشوفها. ليه؟ لان هي تكون واخده والبيتيوتري جلاند واخده فمش هتعرف تشوفها. انت الميزه بتاعتك تقدر تلقطها امتى؟ تلقطها في الاول بحيث ان هي ما تكونش لسه واخده والبيتيوتري كانت واخده فانت في الايميديتلي ايميديتلي فيز افتر كونتراست انهانس القطه في الحته دي هتلاقيها هايبو بينها جلاند واخده. لو استنيت عليها شويه هي هتاخد والجلاند واخده كده كده فانت في الاخر مش هتقدر تاخدها. ماشي؟ شدة القطة في الأول أهم حاجة. أول حاجة immediately after the contrast enhancement هتبص عليها تلاقيها إن الحتة دي شوية شوية إيه مش واخدة بينها بيت الجلاند إيه واخدة. لو استنيت عليها شوية دي كمان هتاخد فتبقى ده أبيض وده أبيض مش هتقدر تشوف إيه مش هتقدر تشوف حاجة. خلاص؟ طيب صعوبة المايكرو أدينوما مش إن أنا أعرف إن هي موجودة في السلة ولا لأ. صعوبة المايكرو أدينوما إن أنا أقدر أشوفها أصلاً. لأن ساعات كتير قوي وبعدين ساعات كتير جداً الاقي ان البيتيوتري فيها ان هوموجينيستي ما ببقاش عارف اذا كان دي فعلا ادينوما ولا مش ادينوما فالموضوع بيبقى صعب شويه. عشان كده حطوا شويه ايه شويه يعني حاجات تساعد شويه شويه حاجات مساعدات منها ايه؟ منها الاسيمتري بتاع الابر بوردر بتاع الـ بتاع زي ما احنا شايفين هنا الاقي ان الناحيه اللي فيها ادينوما شويه بلجنج على الايه على السيبير سيرفيس بتاع الادينوما. تاني حاجه الانفانديبيلم ديفيشن زي ما احنا شايفين هنا الانفانديبيلر رايح ناحيه الناحيه الثانيه من الايه من التيومر. يعني ده اهو ده الانفانديبيلر انفانديبيلر اهو بدل ما يبقى في النص كده لا انا شايفه ان هو متزحزح شويه كده صح هو رايح للناحيه العكس بتاعه الايه بتاعه التيومر. فدي حاجات مساعده والله لو انا شاكك او إيه ان هي في او ما فيش لو لقيت في اسيمتر ولقيت ان الانفانديبيلر رايح للناحيه الثانيه مزوق للناحيه الثانيه فده غالبا لا انا كده هقوي ان انا ايه الشك بتاعي وبالتالي هكتب ان في مايكرو ادينوما خلاص. فالمشكله المايكرو ادينوما ان انا ان انا اشوفها مش ما مش مشكلتها ان انا اقول ان هي طالعه من البيتيوتري ولا مش طالعه من البيتيوتري. مشكلتها ان انا اشوفها بحاجتين يا اما اشوفها ان هي هايبو انتنس في التي 1 او ان هي في الدايناميك القطه في الاول خالص في اول فيز حيث ان هي هتكون هايبو بينما بقيه الجلاند تكون واخده انهانسمنت. تاني حاجات تساعدني ان الاقي الابر بورد بتاعها اسيمتري عن نفس الناحيه بتاعتها ان الاقي الانفانديبل ستوك رايح للناحيه الثانيه ديفيتد الناحيه الثانيه فانا هقول ان غالبا هنا تيومر وهو اللي زي الايه الانفانديبل الناحيه الثانيه. خلاص ده نفس الشكل بتاع المايكرو ادينوما اهو اهو ده تيومر وهنا السوبر بورد بتاعها بلجنج شويه والانفانديبل ستوك بدل ما يبقى في النص لا ده ايه مزقوق الناحيه ايه مزقوق الناحيه الثانيه. خلاص الماكرو ادينوما الماكرو ادينوما هي اكبر من 10 سنتي اكبر 10 مللي اللي هو اكبر من سنتي يعني وكمان اتز غالبا نون فانكشن وقلنا المشكله بتاعتها بيبقى ايه ماس افكت مش هرمون ديستربنس. الكي ساين بتاعتها هي دلوقتي الحاجات اللي انا هقولها دي هي حاجات بتعمل ايه بتثبت انا دلوقتي مشكله الماكرو ادينوما اثبت ان هي طالعه من البيتيوتري يعني هي دي البيتيوتري وكبرانه ولا اتيزا سوبرا سيلر ماس ليجن وضغط على البيتيوتري وفعصاري ومش قادر اشوف فهي دي المشكله هل هي دي البيتيوتري وطالعه منها ولا مش طالعه من البيتيوتري. خلاص فانا الحاجات الساين دي حاجه كلها ساين بتقول ان هي طالعه من البيتيوتري. اول حاجه ان هي بتكسباند ذا سيلا تيرسك هي تيومر لو انا تيومر طالع من جوه السله انا قبل ما اطلع لفوق انا هوسع المكان بتاعي يعني انا هوسع السلة تيرسك قبل ما اطلع لفوق فغالبا معظم البيتيوتري ماكرو ادينوما بيبقى معاها اكسبانشن اوف ذا سيلا تيرسيكا يبقى اكسبانشن اوف ذا سيلا تيرسيكا ده علامه مميزه جدا 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 من الايه من الايه البيتيوتري ماكرو ادينوما اكسبانشن اوف ذا سيلا تيرسيكا ليه لان انا جوه قبل ما اطلع لفوق واروح لمكان و لا انا اوسع المكان بتاعي فاعمل اكسبانشن اوف ذا سيلا تيرسيكا ده اول حاجه. تاني حاجه اسمها سنو مان ابييرنس وتالت حاجه اسمها اوبتيك كازم دراب اوفر تالت حاجه داز نوت نارو ذا انترنال كارودت ارتري. بيقول لك ان البيتيوتري ماكرو ادينوما از ا سوفت تيومر سوفت تيومر يعني ايه سوفت تيومر؟ يعني تيومر طري شويه في الـ في الـ في الـ في الكونسستنسي بتاعته وبالتالي لما يجي هو هنا خلاص ولما يجي يطلع لفوق يبقى في كونستريكشن هنا موجود بحاجه اسمها دايفراما سيلي الديوره لما بتيجي تغطي البيتيوتري بتعمل كونستريكشن كده فوق الابر بوردر بتاع البيتيوتري بيسموه ديافراما سيل. الكونستريكشن ده موجود هنا عند هنا وهنا فلما التيومر ده يطلع بدل ما يطلع ستريت كده
لا تلاقي في كونستريكشن موجود عند الايه عند الجنكشن ما بين الـ 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 الجزء بتاع التحتاني وجزء اللي بيسموه سنو مان او فيجر اوف 8. هو ده هو ده راديولوجي اساس لحضرتك كده سنو مان او ايه او فيجر اوف 8 ان الجزء اللي تحتاني اهو ده وبعد كده الجزء الفوقاني وفي هنا كونستريكشن موجود ما بين بتاع سواء وايه الدايفرام سيلي لان التيومر ده طري فالديوره بتضغط عليه في النص كده فتعمل ايه سنو مان. هنشوف بصوا بص المنظر ده شايفين ادي اهو ده الدايفرام سيلي اهو خلاص وده الدايفرام سيلي اهو وهنلاقي ان ده الماس والجزء ده كونستريكت بدل ما يطلع بدل ما يطلع كده يعني بدل ما يطلع يبقى كله كده على بعضه لا لقيت ان الجزء ده كبير والجزء الثاني صغير فبيسموه سنو مان ابييرنس وده منظر مميز جدا للايه للباتيوتري ماكرو ادينوم خلاص. تاني حاجه ودي حاجه مميزه صراحه الدايفرام سيلي دي شايفين اتجاهها عامل ازاي تحس ان هو طالع لفوق الدايفرام سيلي دي طالعه لفوق كده صح ليه لان هي اصلا حاجه من تحت وطالعه لفوق يعني هو كده لو هي حاجه من فوق ونازله لتحت هتلاقي الدايفرام سيلي نازله لتحت انما لو هي حاجه من فوق من تحت وطالعه لفوق يعني حاجه من جوه وطالعه لبره هتلاقي الدايفرام سيلي طلعت لفوق. فالرفعه بتاع الدايفرام سيلي دي مهمه جدا جدا هو مش هقول عليه الرفعه دي مهمه جدا جدا اللي هي ايه ان تلاقي الدايفرام سيلي طالعه على فوق ده معناها ان حاجه كانت من جوه كانت من جوه وطالعه لفوق ده ده غالبا بيتيوتري مش حاجه من فوق ونازله ايه ونازله لتحت ده غير ان في كونستريكشن هنا اللي هو اسمه سنو مان. تالت حاجه حاجه اسمها ان الاوبتيك كيازم زي ما قلنا كده بيدراب اوفر يعني يتفرد يتفرد عليها يعني زي الطاير يدراب اوفر ذا البيتيوتري جلاند فبيسموه دراب اوفر. شايفين هنا ادي ده سنو مان ودي الطاير بتاعت اللي هو الاوبتيك كيازم اللي هو عباره عن ايه اللي هو مفرود على على الايه اوبتيك كيازم كل ده نتيجه ان هو ده ليجن طاي فبيعمل ايه درابنج اوفر يعمل سنو مان يعمل الدايفرام سيلي تبقى ايه تبقى لفوق. تاني حاجة وحاجة مهمة جدا مثلا دي بقى اهي دي ده الديفرنشال دايجنوز بتاعها اللي هو مثلا من انجيوما ده سوبرا سيل. شايفين هنا الماس نازلة صب مرة واحدة ولا في كونستريكشن هنا ولا ولا في أي حاجة ده نازلة إيه؟ نازلة مرة واحدة كل فوق زي تحت مفيش الحتة اللي تحت ما تبقاش أوسع من اللي فوق لا لا كل واحد لأن إيه ده ليجن طري ده غالبا من انجيوما خلاص. فده ده 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 الديفرنشال دايجنوز عن ده وده كلام عن السنو مان يعني قيمة السنو مان. تالت حاجه واللي هجيب لكم صور عليها كمان شويه ان هي لما بتيجي تنفيد او تسرك او تنكيس الكاروتيد ارتري خلاص ما بتعملوش حاجه يعني داز نوت ناروينج ذا كاروتيد ارتري ده مهم جدا جدا داز نوت نارو ذا كاروتيد ارتري على عكس من جوما ده تيومر طف فيعمل ناروينج اوف ذا كاروتيد ارتري مهم والساين دي مهمه جدا 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 يبقى the narrowing of the internal carotid artery is not a sign of macroadenomal lesion طري بينما sign of من من جوما لان هو بيناشف ويعمل الايه ويعمل الكمبريشن للانترنال كاروتيد ارتري خلاص. طيب ادينا شكلها عامل ازاي سنو مان وبيتيوتري مكانها فين بيتيوتري بيتيوتري جلاند ده نفس الكلام اهو الدايفرام سيلي مرفوعه على فوق والجزء الفوقاني اصغر من الجزء التحتاني والدراب اوفر وشايفين هنا ده محوطه الانترنال كاروتيد ارتري تماما ولكنه ما مش عامله له اي حاجه محوطه له تماما شايفين هنا ده محوطه 360 درجه ولكنه ولا ولا الهواء ما عملنا ما فيش اي حاجه اي مشكله خلاص. الكوز والكومبليكيشن بتاعتها من ضمنها دي دي ده ايه ده هي دي 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 ماكرو ادينوم بس دي ايه ده هيموت زي اي حاجه ممكن يحصل فيها ايه ممكن يحصل فيها هيمورج اي تيوم يحصل فيها حاجه هيمورج. نيجي بقى عشان معلومه مهمه عشان الناس بتفهمها غلط مش مش صح حته اسمها يقول لك ايه بيتيوتري ابوبليكسي لما بيحصل في البيتيوتري اول ما يلاقوا فيه بيتيوتري جلاند تيومر ويحصل فيه هيمورج يقول لك ده ايه ده بيتيوتري ابوبليكسي. لفظ بيتيوتري ابوبليكسي ابوبليكسي ما ينطقش الا على الاكيوت كلينيكال اتس اكيوت كلينيكال سيندروم. يعني ايه اكيوت كلينيكال سيندروم يعني واحد عنده بيتيوتري ماكرو ادينوما او ما عندوش وحصل مره واحده هيمورج جوه الجلاند الهيمورج اللي جوه الجلاند ده عمل اكيوت سيمتوم منها كرينيال نيرف باراليسيس منها سيفير هيديك منها بليرنج اي اكيوت سيمتومز سببها اكيوت هيمورج اتيز ا بيتيوتري ابوبليكسي. انما لو تيومر عنده تيومر بقى له 60 سنه عنده تيومر خلاص وحصل فيه هيمورج والهيمورج ما زودش اي مشكله في الكلينيكال سيمتومز بتاعي
ما اقولش عليه بيتيوتري ابوبليكسي. فلفظ بيتيوتري ابوبليكسي ما ينفعش تقوله غير لما يكون في كلينيكال، يعني it is a clinical لفظ ما ينفعش انك تقوله اكسبريشن، ما ينفعش تقوله الا لما تكون العيان ده كلينيكالي عنده اكيوت سيمتوم نتيجه الاكيوت هيموريدج موجود خلاص. وبالتالي ده ايه؟ ده هيموريدج عادي، ماليش دعوه بيتيوتري ابوبليكسي، ما تقولش عليه كده. وبدليل على كده العيان اللي هي بتاعت الشيهان سيندروم، العيان اللي عندها شيهان سيندروم ده بوست بارتم هيموريدج، وبيحصل ايه؟ بيحصل فيها هيموريدج، بيبقى جوه موجود جوه البيتيوتري نورمال اصلا وحصل فيها هيموريدج، فده وقتها وحصل سيمتوم، فده اقول عليها وقتها ايه؟ بيتيوتري ابوبليكسي. فالبيتيوتري لا يشترط، لا يشترط ان يكون في ادينوم ماشي ده، ولكنه شرطه ان هو يكون اكيوت كلينيكال ايه سيندروم. طيب تاني كومبليكيشن مهمه هي الكافيرنس ساينس انفيجن. الاختلاف بقى كافيرنس ساينس، اقول ان هي انفيجن الكافيرنس ساينس امتى؟ الدكتور ممدوح كان قايل وفاندمنتال قايل انك لما تلاقي تيشو، لما تلاقي تيشو لاترال للكاروتيد ايه الكاروتيد ارتري، لما تلاقي التيشو لاترال من البيتيوتر لاترال للكاروتيد ارتري اللي هو الجزء اللي هو مظلل ده، لما تلاقيه لاترال للكاروتيد ارتري اتز تقول عليه ان هو غالبا في انفيجن للايه للكاروتيد ارتري. ريديوبيديا وناس ثانيه متحفظه شويه قالت لا، انت لما تلاقي محوط الكاروتيد اكتر الارتري اكتر من 270 درجه، يعني لو ده 180 لا مثلا نوصل لحد هنا اقدر اقول ان ده ايه it is an invasion of the carotid artery. ايا كان بقى مش هتفرق، المهم لو لقيت lateral خلينا ما فيش مشكله ماشي مع دكتور ممدوح اللي هي ايه ولاترال، لما تلاقي فيه lateral للcarotid artery tissues للبيتيوتري it is في اقول كده invasion of the cavernous sinus، او there is invasion of the cavernous sinus، ودي من ضمن الكومبليكيشن بتاعت البيتيوتري ماكرو ايه ماكرو ادينوم. طيب يبقى احنا كده خلصنا البيتيوتري ادينوما اللي هو المايكرو ادينوما والماكرو ايه ادينوما، عرفنا مشكله دي ايه ومشكله دي ايه والفرق ما بينهم الساين والساين، اللي اقدر افرق ما بين ازاي اعرف اذا كان دي فعلا طالعه من البيتيوتري ولا مش طالعه من البيتيوتري. طيب في عندنا حاجه اسمها راثكس كليفت تيست، حته امبريولوجي صغيره بس هي في تكوين الايه البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند تكون من جزئين، كلنا عارفين ان هو البيتيوتري جلاند تكون من تو لوبس، انتيور لوب او بيسموه ادينو هايبوثيسيس، وبستيري لوب بيسموه نيورو هايبوثيسيس. البستيري لوب ده او البستيري جلاند بيسموها بستيري او بيسموها ايه نيورو هايبوثيسيس. الانتيرو لوب ده ما بيتكون منين؟ بيتكون من الفارنكس، شايفين هنا ده الفارنكس وده نيورال تيوب اللي هي هتكون بعد كده الايه البرين وكده وكده، يعني دي نيورال تيوب خلاص، وده الفارنكس وده الايبيجلوتس وده اللي مش عارف ايه، فده الفارنكس ده النيزوفارنكس، عارفين ده متخيلين الصوره دي، يعني ده الفم بتاع الطفل اهو، وده منطقه النيزوفارنكس وده الاوروفارنكس وده الايبيجلوتس وي وي وي، وده اللي فوقيه هنا ده النيورال تيوب اللي هي هتكون الايه البرين والبرين ستراكشر. في هنا دايفرتيكولم بيطلع من الايه من الوور بتاع الاوروفارنكس، من الوور بتاع الاوروفارنكس بيسموه رافكس باوتش، بيسموه كده راسكس ايه باوتش. الراسكس باوتش ده يطلع من تحت اهو، راسكس باوتش طالع من تحت، والنيورال اكتوديرم النيورال اكتوديرم يطلع من ايه ينزل من فوق كده من هنا اهو زي اللي هو البتاع اللي نازل ده، ينزل ورا الايه الراسكس باوتش، فده يطلع من تحت وده ينزل من فوق، الاثنين ده يكون اللي هو نازل من هنا يكون نيورو هايبوثيسيس، بينما القدامي ده يكون حاجه اسمها الادينو هايبوثيسيس، وتهي الاسم واضح اسمه نيورو لان طالع منين؟ من نيورو اكتوديرم بتاع الجاي من النيرف، انما الادينو جاي منين؟ من الجلاند بتاعت الايه بتاعت الايه الماوث. بس يقول لك ايه؟ يجي يقول لك ان الجزء اللي هو الادينو هايبوثيسيس طالع من الاكتوديرمال تيشو بتاع الماوث. الاكتوديرمال تيشو بتاع الماوث ازاي؟ هو الماوث ده اندوثيليوم المفروض يبقى اندوديرم، يبقى ازاي اسمه اكتوديرم؟ قال لك لا، احنا عارفين ان الاوروفارينكس والانال كانال اللي هو البدايات بتاعه الجي اي تي اتز ان اكتوديرم اتز استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم نون كيراتينايز بس اتز استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم صح، انما بقيه الجي اي تي عباره عن كولامنر وكيوبويد، انما الجزء الاولاني بتاعنا عباره عن استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم عشان يستحمل الاكل اللي هو كل شويه يتحط اللي فيه ما يحصلش انجري، فلازم البدايات بتاعه الجي اي تي كلها بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم خلاص.
فهو عباره عن جلد. This is an ectoderm. صحيح نون كيراتينايز ولكن نوع من انواع الجلد. المعلومه دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني ان لما هنيجي نتكلم عن الراسكس كليفت والتيومر الثاني هو الكرينيوفرينجيوما هنعرف التكوين بتاعه او السيست المكون بتاعه دي عباره عن ايه. هيقول لك عباره عن شويه فات وشويه اويل طالع من ايه؟ طالع من الاكتوديرم لانه هو زي جلد بالظبط. فهو عباره عن ايه؟ عباره عن اويل اويلي ماتيريال شبه الايه؟ شبه بتاعه الايه؟ بتاعه الجلد. خلاص. طيب فاحنا عندنا يبقى احنا خلاص اتكلمنا كده عرفنا ان الايه ان البيتيوتري مكونه من جزئين. الجزء الاولاني اللي هو القداماني ده طالع من حاجه اسمها راسكس باوتش. الجزء القداماني ده اسمه راسكس باوتش والجزء اللي وراني ده اسمه ايه اللي طالع نازل من الايه من النيورال تيوب اللي هو الجزء الصغير ده اللي هو اللي نازل من فوق اللي هو بيكون النيورو ده ينزل لورا يكون البوستيرو لوب وده يطلع وده يطلع من يطلع لفوق يطلع لقدام يكون الايه يكون الايه البوستيرو الانتيرو ايه الانتيرو جراند او اللي هو ايه الادينو هايبوفيز. خلاص. ساعات بقى ايه اللي يحصل؟ ساعات ان ده هو الراسكس باوتش ده هي ايه هيبروفريت ويعمل ايه ويعمل جلاند وده برضه هيبروفريت ويعمل جلاند. ساعات يحصل فيه ما بينهم يتسبب ما بينهم البروفريشن ما يكملش ويتسبب بينهم كليفت بيسموه راسكس كليفت. فاسمه راسكس كليفت لان هو كليفت متكون ما بين الايه ما بين انتيور جلاند والبوستيرو جلاند بيسموه راسكس ايه كليفت. الراسكس كليفت ده لو بقى فيه سيست ات از ا راسكس كليفت سيست. لو طلع منه تيومر It is a raskis cleft tumor أو craniopharyngioma. خلاص؟ اسمه الاسم التاني اسمه craniopharyngioma ليه؟ لأنه هو الراسكس باوتش اسمه craniopharyngeal باوتش. ليه اسمه craniopharyngeal باوتش؟ لأنه طالع من الفارنكس رايح للكرانيوم فبيسموه craniopharyngeal باوتش. ليه؟ لأنه طالع من الفارنكس رايح للإيه؟ للكرانيوم بيسموه craniopharyngeal باوتش أو بيسموه الاسم التاني اسمه راسكس باوتش. خلاص. الكليفت ده بيتكون من ايه؟ نتيجه لعدم البروليفريشن الجامد بتاع الادينو هايبوفيزس ما كملش فحصل ايه؟ السبيس ما بين النيورو هايبوفيزس والادينو هايبوفيزس ما لحمش قوي فبقى في ما بينهم كليفت بيسموه ايه؟ راسكس كليفت ايه سبيس. الراسكس كليفت ده هو ده اللي بيدي الاوريجن بتاع اثنين باثولوجي. لو حصل فيه سيست اسمه راسكس كليفت سيست. لو حصل فيه تيومر يسموه راسكس كليفت تيومر او بيسموه كرانيو فرينجيوما لانه طالع من ايه كرانيو فرينج. ساعات الكرانيو فرينجيال دي بيسيب في السفيرويد بون اللي ما هو ده المكان ده بيسيب ضغط كده بيسموها مش مهم يعني مش مهم ده مكان اللي في البتاع. طيب الراسكس كليفت سيست ما هي الا عباره عن ايه؟ عباره عن سيست موجوده في البيتيوتري. سيست خلاص موجوده فين؟ في البيتيوتري موجود في الراسكس كليفت يعني هو هنا خلاص موجوده هنا في المكان ده يعني ما بين الانتير لوب والبوستير لوب غالبا بتبقى موجوده جوه البيتيوتر غالبا بس في بعض الاحيان ممكن تطلع لفوق شويه وتبقى ايه تبقى سوبرا سيلا بس الاغلب اتيز ايه سيلر ليش. طيب القضيه هي عباره عن ايه كبتاع كصوره اتيز اسيست مش اكتر ولا اقل ولكن زي ما احنا قلنا ان هي طالعه من اكتوديرم مش طالعه من اندوديرم وبالتالي الكونتنت بتاعتها بتكون اويلي شويه وبالتالي الكونتنت بتاعتها ما بتبقاش زي سيست عاديه ممكن تكون هاي بيرتينيشيس او يعني بتدي اشكال مختلفه من مش زي السيستات العاديه بتاعتنا اللي هي زي السيست اللي هو البيور سيست عاديه لا ممكن تدي اشكال ثانيه من الايه او الكونتنت ثانيه من الايه من السيست هي دي السيست اهي خلاص زي ما احنا شايفين اتز ا سيست موجوده في البيتيوتر اتز ان انترا سيلر او سيرو سيلر اكستنشن مهم جدا ما فيهاش كالسيفيكيشن ما فيهاش انهانسمنت ولا فيها كالسيفيكيشن ولا فيها انهانسمنت زي اي سيست ولكن الكونتنت بتاعتها الكونتنت بتاعتها اتز ايه اتز ما فيهاش بتبقى مختلفه شويه لان هي بتبقى اويلي ماتيريال مش بتبقى ووتري ماتيريال خلاص وبالتالي ما فيهاش كالسيفيكيشن وده مهم ما فيهاش كالسيفيكيشن وده مهم ما فيهاش كالسيفيكيشن وما فيهاش انهانسمنت ليه؟ لان هنعرف كمان شويه ان الكرانيو فرينجيوما ممكن تيجي بمنظر زي سيست زي دي بالظبط ما هي هي الاثنين واحد يعني الاثنين طالعين من نفس المصدر ولكن بيبقى فيها كالسيفيكيشن يبقى فيها كالسيفيكيشن تبقى تقلب ايه بكرينيو فرينجيوم لما تلاقي فيها كالسيفيكيشن تقلب ايه كرينيو فرينجيوم يقول لك ان الرافكس كليفت ده اللي هو الاكتوديرم اللي احنا قلنا طالع من الفارنكس ده يقول لك ان هو عنده استعداد ان هو يكون انامل يعني يكون تيث وده منطقي منطقي لان هو في منطقه الاوروفارنكس وهو اصلا كده كده بيكون التيث مش هو طالع من منطقه الاوروفارنكس فيقول لك ان الاندو الاكتوديرم اللي مكون الريسكس كليفت ده عنده استعداد ان هو يكون انامل يعني يكون سنان يعني يكون كالسيفيكيشن
عشان كده الكرينيو فارينجيوما من اشهر حاجه في التيومرز اللي لازم يبقى فيها كالسيفيكيشن، مهم جدا يبقى فيها كالسيفيكيشن. خلاص الريسك سكليفت ما فيهاش كالسيفيكيشن. الريسك سكليفت ده نفرق بقى اذا كنا بنتكلم على سيست ولا كرينيو فارينجيوما، دي ما فيهاش كالسيفيكيشن ما فيهاش انهانسمنت، دي سيست عاديه. خلاص دي سيست عاديه ما فيهاش كالسيفيكيشن وما فيهاش انهانسمنت. زي ما احنا شايفين هنا دي سيست خلاص، بس في مشكله فيها ان الكونتنت بتاعتها عامله ازاي، هايبر. هايبر دنس ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الكونتنت بتاعتها اويلي ماتيريال. خلاص المنظر ده، المنظر ده لو كان فوق شويه كنت قلت عليه حاجه اسمها كولويد سيست في الفورم وبتاع، فهو دي زيها بالظبط. بس عرفنا ليه الكونتنت بتاعتها اويلي، لانها طالعه من اكتودير، مش طالعه صحيح من اوروفانكس ولكنه من الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيريوم نون كراتينايز، فهي بتبقى عباره عن زي الجلد عباره عن ايه سكويمس ايه سكويم اويلي ايه اويلي ماتيريال زي الفات. لا لا مش 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 هي مش بس قصدي مش بس فات بتبقى، يعني اللي اقصده ان هي مش كونتنت ووتري، شويه اويلي على شويه كيراتينز شويه يعني زي ما بقول كده كيراتينايز ماتيريال زي الجلد، يعني اللي اقصده ان هي تكون زي الجلد بالظبط، والكيراتين ده يظهر كانه مش هيدي المنظر بتاع الايه الفلويد اللي احنا عارفينه الفلويد العادي. خلاص زي هنا مثلا نفس الكلام، دي سيست اهي هاي شويه هنا، بس دي ده دي سيست عاديه خالص، يعني دي هايبر قوي وهنا موجوده برده لو، فهو دي زي اي سيست، يعني ممكن تكون زي سيست عاديه بس الكونتنت مش شرط بالظبط، يعني على حسب الكونتنت اللي موجوده فيه. ماشي طيب الكرينيو فارنجيوما نفس الديفلوبمنت، نفس كل حاجه، ان هي طالعه من الراسك سكليفت باوتش. خلاص بس قلنا ان هنا ان بتفرق بقى هنا ايه، ان الاندوديرم بتاعها ده بيبقى عنده استعداد ان هو يكون ايه، يكون كالسيفيكيشن اللي هو زي ما احنا قلنا ان هو انامل برودكشن، انامل ايه برودكشن. مهم جدا نعرف ان انا عشان اشخص الكرينيو فارينجيوما، عشان اشخص الكرينيو فارينجيوما بصوا الثلاث حاجات دول مهمين جدا. اول حاجه تشايلد ماشي، ثاني حاجه سوبرا سيلر ليجن، تالت حاجة هلاقي فيه تلاتة كومبوننت، سيست ما هي كانت ريسك سكيفت سيست بس بقى فيها كالسيفيكيشن وبدأ فيها يكون فيها سوليد كومبون عشان يبقى تيومر. يبقى أنا عندي تلات حاجات، سوبرا سيلر ليجن. على فكرة جالنا في الامتحان the differential diagnosis of سوبرا سيلر ماس ليجن في تشايلد، هو كان يقصد بيها الكرينيو فارينجيوما. خلاص كرينيو فارينجيوما من أشهر الحاجات اللي بتحدث في السوبرا سيلر ليجن، في السوبرا سيلر ريجن، وبتبقى بتحتوي على الثلاث حاجات دول، تحتوي على سيست لان هي زي شبه ريسك سكريبت سيست، ثاني حاجه تحتوي على كالسيفيكيشن لان هي طالعه من الاكتوديرم بتاع الايه بتاع الماوث اللي هي على استعداد ان هو يكون انامل ويكون كالسيوم، تمام. في كمان ايه سوليد برودكشن. خلاص سوليد كومبوننت يعني يبقى فيها سوليد كومبوننت، فانت تلاقي لما تلاقي في السوبرا سيلر ريجن في الطفل تلاقي فيه كالسيفيكيشن وتلاقي فيه سوليد كومبوننت وفي سيستيك تشينجز، تشخص على طول ايه كرينيو فارينجيوما. مشهوره جدا كرينيو فارينجيوما. خلاص طيب الكرينيو فارينجيوما لما بتيجي تبدا تكبر شويه، لما الطفل يعني هو بيبقى لما الطفل يبدا يكبر شويه او لما بتيجي في سن كبير شويه يبدا السوليد كومبوننت بتاعها هو اللي يزيد، ولما يكون لسه طفل صغير خلاص السيست كومبوننت بتاعها هو اللي بيزيد. خلاص يعني انا دلوقتي عندي زي ميزان كده زي ما احنا شايفين هنا اتيز ده راجل كبير عنده سوليد كومبوننت في السوبرا سيلر، ممكن تطلع اي حاجه انا مش عارف اشخصها، بس اللي اقصده ان دي كرينيو فارينجيوما فيها سوليد كومبوننت مش هقدر اشخصها كده، بس اللي اقصده ان كل ما السوبرا سيلر دي كرينيو فارينجيوما تيجي في سن كبير السوليد كومبوننت بتاعها يزيد، بينما كل ما الطفل يبقى صغير زي ما احنا شايفين عباره عن ايه زي اكنها راسك سكليت سيست ولكن بقى فيها ايه فيها كالسيفيكيشن. خلاص فكل ما الطفل واحنا في طفل كل ما السيستيك كومبوننت يزيد، كل ما لو الراجل كبر وهي جت في سن كبير كل ما السوليد كومبوننت ايه كل ما السوليد كومبوننت يزيد. زي ما احنا شايفين ده سوبرا سيلر ماس ليجن في طفل عامل ايه، في سيستيك كومبوننت اهو وفي كالسيوم اهو وفي سوليد كومبوننت انهانسنج زي ما احنا شايفين السيستيك وكالسيفيكيشن وسوليد كومبوننت، فكل ده موجود في سوبرا سيلر ريجن اتيز اكرانيو فارينجيوم. الديفرنشال دايجنوز بتاعها ايه؟ حاجه كده فيها كالسيفيكيشن وسوليد كومبوننت وسيستيك كومبوننت موجود في السوبر سيل، وقلناها من شويه. الايه؟ لا انا بتكلم على السوبر سيلر ليش؟ سوبر سيلر
قلنا بتحصل في الباينير بودي وممكن تبقى في السوبر سيل. التراتوم التراتوم التراتوما فيها كالسيوم هيتروجينس فيها سوفت بس برضو مش هعرفها غير بالايه غير بالفات. هناك فيها فات هنا مفيش فات خلاص هناك فيها فات اللي هعرفها هناك. هناك انا لو شفت حاجه كده في السوبر سيل هقول كرينيو فرينجيوما مش هقول ايه مش هقول تراتوم خلاص. زي ما احنا شايفين ادي ده ماس سوبر سيلر ماس موجوده فيها سيستيك كومبوننت وفيها الله اعلم الاسود ده هل هو كالسيوم ولا لا بس انت برضو لازم تشخص فيها الكالسيوم. فيها سوفت تيشو كومبوننت موجوده في سوبر سيلر ليجن اتز ا كرينيو فرينجوم خلاص. طيب ده نفس الكلام اتز ا سيستيك كومبوننت وفي هنا كالسيفيكيشن والله ما اعرفش ده انهانسمنت. المهم هنا كوز كومبليكيشن هي موجوده في المنطقه دي ممكن تقفل الفورامين اوف مونرو فتعمل ايه تعمل الايه الهايدرو ايه هايدروكاف خلاص. طيب ده اللي انت كنت قلت عليها نهله اللي هو ايه التيوبر سيني التيوبر سيني التيوبر سينيريوم هو جانكشن ما بين الايه ال المابيلاري بادي والاوبتيك كازم. ادي ده المابيلاري بادي ده المابيلاري بادي وادي الاوبتيك كازم هو ده الايه الجانكشن دي هو ده الايه هو ده التيوبر سينيريوم اللي هو نازل منه الايه الانفانديبل خلاص الانفانديبل ستوك اللي هو نازل منه ده خلاص ده الانفانديبل ستوك ودي البيتيوتري خلاص. فده الايه ده التيوبر سينيريوم. التيوبر سينيريوم ده جزء من الهايبوثالامس خلاص وبيقالوا ان هو بيفرز سيروتونين يعني فمسؤول عن حاجه اسمها سيركيديان ايه ريزم بتاع الايه بالظبط. المهم ده تيوبر سينيريوم. التيوبر سينيريوم ما بيحصلش فيه غير ليجن واحد اسمه هامرتوما وبيحبوه بيعشقوه في الامتحان معرفش ليه يعني بيعشقوه جدا في الامتحان خلاص. بيمتاز بحاجه كلينيكال واضحه جدا حاجه اسمها جيلاستيك او لافينج سيجر. جيلاستيك او لافينج سيجر يجي كده الوادي الطفل كده مره واحده تلاقيه يضحك كده مره واحده وبعد كده ايه نوبات من ديبريشن. هي دي السيجر بتاعتها. السيجر بتاعتها ان هو مره واحده كده يبدا يضحك يخش دماغه بالضحك غريبه جدا وبعد كده ايه فولويد باي باي ديبريشن مود. مشهوره جدا في تيوبر سينيريوم حتى لو دخلته كتبت بس جيلاستيك او لافينج سيجر هتلاقي كل حاجه عن الهامرتوما بتاعت التيوبر ايه التيوبر سينيريوم خلاص. هامرتوما هو مش it is not a tumor it is a normal tissues موجودين في abnormal location زي ما احنا عارفين وبالتالي زي اي حاجه زي اكنه جزء من البرين موجود في التيوبر سينيريوم مش اكتر ولا اقل موجود في الحته دي بس مكان غلط فبالتالي زي اي نورمال تيشو مش هي انهانس ده نورمال تيشو مش هيكالسيفاي. انا الاقي ايه هلاقي في ماس موجوده شبه الجري ماتر هلاقيها موجوده في المكان ده وخلاص مش اكتر ولا اقل. ادي اهو شايفين ادي في ماس في الحته دي الماس انا ممكن ما اشوفهاش لان هي شبه جدا البرين خالص ماس موجوده في الايه في السيميلر تو جري ماتر وما فيهاش ايه ما فيهاش انهانسمنت بيحبوها جدا هامرتوما بتاعت الايه التيوبر ايه سينيريوم اللي بتعمل ايه لافينج سيجر. ده نفس الكلام ادي ماس موجوده فين في التيوبر سينيريوم في الام ار اي شبه الايه شبه البرين. اخر ريجن اسمها سيريبيلو بنتاين انجل. السيريبيلو بنتاين انجل ريجن زي ما احنا شايفين كده هي دي البونز وده السيريبيلم والسيريبيلو بنتاين انجل هي الحته دي بيبقى فيها نيرفين مهمين نيرف قداماني بيبقى الفيشيال ونيرف وراني بيبقى غالبا التخين ده اللي هو بيبقى الايه فيستيبيلو كوكيلار نيرف اللي هو بتاع الايه السمع والايه والبالانس بالظبط فالثامن والسابع وايه والسابع والثامن خلاص. السيريبيلو بنتاين انجل ليجن ممكن تحصل فيها حاجات كتير بس اللي بتكلم عليها يعني لو هتكلم انا هو انا اشوف فيها ايه واي حاجه ممكن تطلع فيها يعني مثلا لو ماس موجوده في البونز وراحت هنا ماشي ما عنديش مشكله ممكن تبقى النيرفات دي ممكن يطلع منها تيومر العظم ده ممكن يحصل فيه تيومر وعامل انفيجن هتلاقي ديفرنشال دايجنوز بتاع سيربيلو بنتاي انجل ريجن كتير جدا بس انا اللي هنا اللي يهمني هو حاجتين اللي هما الشوانوما والايه المينجوما الاثنين دول سيربيلو بنتاي انجل تيومر اهم اثنين مينجوما والايه والشوانوما خلاص. الشوانوما طالعين من ايه؟ من النيرفين دول الاثنين دولت اللي هم طالعين من هنا النيرفين دولت اللي هو السابع والثامن طالعين من هنا ورايحين ايه؟ رايحين على الايه؟ على الانترنال يوتري ميتس عشان يخشوا جوه الايه؟ جوه الانر اير اللي رايح الفيشال نيرف يمشي في الـ في الـ
في الميدل اير ويطلع من الماستويد ده فيشر نيرف اللي رايح يغذي عشان يغذي الايه السيمي سيركلر كانال والفيستيبيول ده الفيستيبيول ايه فيستيبيول اوكيو نيرف. ففي الحتتين دوت في النيرفين دوت مؤشرين جدا بيطلع منهم ايه ميجي يطلع تيومر يطلع منهم من اسمه ايه شوانوما. كلمه شوانوما احنا خدنا بس عشان ده مهم بقى احنا خدنا في البرين اللي بيغطي النيرف فايبر بتاعت البرين او ال بتاع قلنا اسمهم ايه الايه لا اللي جوه البرين المايلين اللي هو مكون من ايه كان في خليه مسؤوله عنها الايه اوليجودندروسايت. الاوليجودندروسايت ده جوه البرين صح. الاوليجودندروسايت لما تطلع بره البرين بتتحول الى شوان سيلز. يعني الاوليجودندروسايت لما تطلع لبره البرين المسؤوله الخليه المحافظه على المايلين شيث بره البرين اتيز ذا الايه شوان سيلز. وبالتالي كل الكرينيال نيرف لما يطلع منهم تيومر يسموه شوانوما. يبقى اسمه فيستيبيولو اوكيور شوانوما فيشيال شوانوما ترايجيمينال شوانوما كلهم شوانوما طالعين من شوان سيلز ما عدا الاوبتيك نيرف. ليه الاوبتيك نيرف بيكمل بيبقى مكمل معاه الاوليجودندرو جليوم فالاوليجودندروسايت. وبالتالي لما يطلع منه تيومر يبقى اسمه جليوم ماشي. يبقى التيومر اللي يطلع من الاوبتيك نيرف از ا جليوما انما اللي يطلع من اي حاجه ثانيه اتز ان شوانوما خلاص. اللي التيومر اللي يطلع من الشوانوما طبعا ممكن تطلع من هنا يعني مطرح النيرف ما بيبقى موجود هيطلع يعني هنا 7 و8 فتطلع من هنا شوانوما بتاعت 7 و8. لو الترايجيمينال في قدام شويه في الميكل زكيف ممكن تلاقي فيه ممكن تخش يعني اي مطرح مكان النيرف هتطلع منه. شوف ده النيرف طالع منين وهتطلع بس الشوانوما كلها واحد يعني كلها نفس الباترن ولكن او نفس الشكل ولكن اختلاف المكان على حسب اختلاف النيرف. لو انا بتكلم على السابع والثامن هنا يبقى هتطلع لي كانها ماس في السوبرلو بونتاين انج. لو بتكلم على التراجيمينال النيرف هتطلع لي في الميكلز كيرف. فلو هو شوانوما في التراجيمينال هتبقى موجوده في مش هتلاقيها في السوبرلو بونتاين انج خلاص. شوانوما زي ما احنا قلنا ان هي بتحوط دي اللي بتحوط الايه النيرف فايبرز بره الايه بره البتاع. طيب هنا اللي هتكلم عليهم هنا شوانوما الفيستيبيول اوكيلر عشان انا بتكلم على السيربولو بونتاين انجل او الفيش. بصوا يا جماعه الفيشل ان هو يطلع فيشل شوانوما في السيربولو بونتاين انجل ده مش كومن انما شوانوما بتاعت الفيشل اكتر جوه البيتراس بون يعني اكتر جوه يعني من ضمن الماسز اللي جوه البيتراس بون اللي هو مش احنا قلنا خدنا الفيشل نيرف دي كورس كامل جوه البيتراس بون اكتر يطلع جوه البيتراس بون فالشوانوما اكتر تبقى جوه الايه جوه البترس جوه البترس بون خلاص. الكي ساين بتاعت انا لما اتكلم على الشوانوما في السيربيلو بونتاين انجل غالبا اتيز طالعه من الفيستيبيول اوكي يعني كوكي اصلا طالعه من الفيستيبيول كوكي النيرف اللي هو السابع والثامن الثامن اصلا اللي هو بتاع الهيرنج فهو غالبا طالع منه. انما الفيشيال دي غالبا بتبقى جوه البترس بون وبتبقى حاجات صغيره خلاص. طيب انا عشان اشخص شوانوما لازم اقول الاتي. اول حاجه اتيز ماشي سيربيلو بونتاي انجل ليجن لو لقيته كده اول حاجه لازم يبقى في حاجه اسمها انترا كاناليكيور اكستنشن زائد وايدنينج اوف ذا انترنال اوديتوري كانال. زي ما احنا شايفين هنا ده انتر دخل انترا كاناليكيور اكستنشن زائد وايدنينج اوف ذا انترنال اوديتوري كانال خلاص. تاني حاجه ان هو غالبا بتبقى هيتروجينس ان شيب. واحدة بس عشان خاطر الانترا كاناليكيور اكستنشن دي معلومة مهمة وبعدين بيحبوها جدا وهي صراحة مميزة لان هي دي اللي بتفرق لي ما بين الشوانوما وبين المينجيوم خلاص. قصة الانترا كاناليكيور اكستنشن هو لفظ انترا كاناليكيور اكستنشن ده مش صح. يعني ايه؟ هو المفروض انا دلوقتي كفستيبيولو كوكيولار نيرف الفستيبيولو كوكيولار نيرف ده خلاص جوه البيتراس بون بيبقى فيه جزء منه شوان سيلز والجزء اللي براني اللي هو اللي طالع من البرين لغايه البيتراس بون اتيز اوليجودندروسايت. لا اقصده ان الفيستيبولار هو لسه طالع من البرين الفيستيبولار كوكيولار نيرف هو لسه طالع من البرين لسه يشبه البرين فالخلايا اللي بتحوطه اتيز الاوليجودندروسايت خلاص يخش في البيتراس بون وبعد ما يمشي مسافه شويه صغيره يبدا ايه يتكون الايه الشوان سيلز. وبالتالي لما بيجي بيتكون فين؟ بيتكون في جانكشن زون اللي هي بيسموها ما اعرفش اسمها ايه ترانزيشنال زون اللي هي الاسم ده الجانكشن زون اللي هي ما بين المايلين شيث
وما بين الايه الشوان سيلز ويبدا يتكون ويطلع لبره، يتكون جوه ويطلع لبره. هما بيقولوا عليها ان ليها انترا كاناليكر اكستنشن، هو صراحه ان هي اصلا دي جوه وخرجت لبره خلاص مش مهم، بس هو وصفها انترا كاناليكر اكستنشن. بس انا بقول لكم ان هي اصلا كانت جوه وخرجت لبره، لان مكانها هي مكان الجانكشنز ما بين الشوان سيلز والاوليجودندروسايت خلاص. طيب بتعمل وايدنينج اوف ذا الانترنال يوتري كانال خلاص، مش بس كده بيبقى معاها وايدنينج لتوسع لان هي جايه من جوه. فمره سموها ترامبيتد انترنال يعني شبه الاله الموسيقيه دي خلاص، اللي هو البوز بتاعها ده اللي هي موسعه كده. او مره يقول لك لا ده شبه الايس كريم كون، ايس كريم كون ساين الادي اهو، وده عامل زي ايس كريم او ده 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 هنا مش بس في اكستنشن، ده ده وايدنينج كمان عن هنا خلاص. فبالتالي يعني مره يقولوا كده مره ده، بقول لكم عشان خاطر اهميه الساين دي، اهميه الساين دي ان هي يكون معاها اكستنشن ووايدنينج، معاها اكستنشن ووايدنينج. المهمة تاني حاجه ان هي يقول لك ايه، ان هي هيتروجينه شويه. الهيتروجينس زي ما اقول لك كده، دي برضو ساين تفرق لي عن المينجيوما، عشان خاطر المينجيوما غالبا بتكون ايه، بتكون هيموجينس خلاص. الجنرال سيربيلو مونتاين انجل شكلها عامل ازاي هيتروجينس زي ما احنا شايفين هنا، ادي ده هيتروجينس ماس موجوده في السيربيلو مونتاين انجل وليها انترا كاناليكولار ايه اكستنشن. هنا نفس الكلام، سيربولو بونتاين انجل هيتروجينس شويه وليها انترا كانيكال اكستنشن وايدنج، ات از اش وان نوما شوان نوما شوان نوما خلاص. فالانترا كانيكال اكستنشن ده مهم جدا جدا مع الوايدنج بتاع ده. اللفظ الصوره دي عارفين دي ايه؟ ده درايف. الدرايف ده سيكونس كده او ساعات بيسموه فيستا، بيعملوه عشان يشوفوا النيرفات. بيتعمل جدا لما بيعملوا بيبقى عباره عن ثين سيكشن كده بيمشي على النيرف. لما تلاقي فيه عايز تشوف نيرف معين لازم تشوف الايه تعمل سيكونس رائع صراحه، عامل زي سي تي كده، كانك ماشي واحده بيوري كل حاجه، بيسموه درايف او فيستا على حسب الايه المكان. اخر حاجه المينجوما، it is the most common extra axial tumor على الاطلاق بجد. مكونه من ايه زي ما احنا شايفين، عباره عن بص الهيستولوجي بتاعها فاريانت بشكل رهيب رهيب، في شويه يقول لك فايبريلي، في مش عارف ايه، مليان. المهم معظم او 60% من المينينجوما ار هاي سيلر تيومر، وبالتالي دي من ضمن الهاي سيلر تيومر. يعني المينينجوما ممكن تبان ريستريكتيف ديفيوجن، ممكن تبان هايبر دنسيتي، فالمينينجوما من ضمن الحاجات الهاي سيلر اي تيومر. تمتاز بالمنظر في الهيستولوجي ان بيبقى عباره عن بيبقى ليها ويرلي ابييرنس كده، بيبقى عامل زي ايه زي فايبرويد، بيبقى ليها ويرلي ابييرنس المينينجوما. كي ساينز بتاعتها لازم تكون اكسترا اكزيال ريجن، لازم تكون ديورال بيست، يعني لازم تكون زي ما الدكتور ممدوح يقول لك قعدها على الديورا، يعني لازم تقعد على الديورا، ما رضيتش تقعد ما تبقاش مينينجيوما لان هي طالعه من مينجيس. في اي حته ليها ديورال بيست اتز ممكن تنفع تكون مينينجيوما، فلازم تكون يبقى ليها ديورال بيست، يعني لازم تكون طالعه من مينجيس، يعني لازم يبقى فيها حته فيها ديور، ما ينفعش ما يبقاش فيها ايه حته ما فيها ديورا. حاجه مهمه جدا الهيموجينس انهانسمنت، الهيموجينس انهانسمنت مهم جدا. على فكره الهيموجينس انهانس ما بيقولوش كتير في التيومرز عاده، يعني قلناها قبل كده في الانترا اكزيا في الليمفوما، وهنا برضو في الاكسترا اكزيا هنا الهيموجينس انهانسمنت مهم. فالهيموجينس انهانسمنت ايه مهم في الايه في المينينجيوم زائد او ناقص هايبر سيلر تيومر، هم في الاغلب 60% منهم بيكونوا ايه هايبر سيلر تيوم. طيب الجنرال سايز زي ما احنا شايفين بيطلع من اي حته، بتطلع بجد من اي حته. بص اي حته فيها ديورا هتطلع منها. هناخد امثال مثلا ده بيسموها كلايفال مينجيوما، طلع من الديورا اللي على الايه على الكلايفس، بيسموها كلايفال مينجيوما خلاص. انا بص انا هوريكم اشكال دلوقتي، بس خلي عينكم على الهيموجينس انهانسنج بتاع المينجيوما، بحيث انك اول ما تشوف دي اتيز مينجيوما، حاجه اكسترا اكزيال ديورال بيز وهيموجينس انهانس اتيز مينجيوما. ده اتيز كلايفال مينجيوما، ده سيربيلو بونتاين انجل مينجيوما ملهاش انترا كاناليكولار اكستنشن هيموجينسلي انهانسنج ليجن. ده حاجه اسمها طالعه من فوق سفينويد ساينس مينجيوما خلاص، بيلمس اسمه بيلمس سفينويدال مينجيوما هيموجينسلي انهانسنج ديورال بيست. دي طالعه من التنتوريوم بتاع في الباينيال بادي ريجن خلاص، باينيال بادي ريجن. دي انترا فينتريكولار، دي جوه الفنتركل، انترا فينتريكولار مينجيوما. قالوا ان بعض المينجيوما ممكن تطلع في الانترا فينتريكل نتيجه للريمننت اوف مينجيز جوه الايه؟ جوه اثناء الامبريولوجي، بيحصل ان في ريمننت مينجيز تفضل جوه الفنتريكل فيبدا يديفلوب منها الايه؟ المينجيوما. دي اسمها
سفينويد او جريتر وينج بتاع السفينويد مينينجيوما ده جريتر وينج بتاع السفينويد جريتر وينج مينينجيوما دي بصوا كالفيريان سيرفايكال ريجن مينينجيوما كالفيريان سيرفايكال ريجن مينينجيوما وخلي بالكم برضو ان في بتلاحظ دايما ان هي مسحوبه كده على الايه على المينجيس بيسموها ديورال ايه ديورال ايه ديورال تيل دي سوبرا سيلر مينينجيوما شايفين حتى هنا ماشيه تحس ان هي ماشيه على البدايه اهو دي ماس الاغلب منها سوبرا سيلر وجزء منها داخل جوه الايه جوه البيتيوتري بس مسحوبه خالص على البدايه وما فيهاش سنومان وفاش وفاش فدي اسمها سوبرا سيلر مينينجيوما دي بيسموها كلينويد كلينويد مينينجيوما من الانتيريور كلينويد بتاع بروسيس كلينويد مينينجيوما اشكالها بقى برضه اشكالها مختلفه قال لك دي ممكن تكون بيسموها زي السان راي بيبقى السبلاي بتاعها جاي من جوه من البيل البيل انهانسمنت ممكن تبقى فيها كالسيفيكيشن وميتكالسيفايد بعنف فبيسموها كالسيفايد مينينجيوما ديورال بيزد كالسيفايد ليجن اتز كالسيفايد مينينجيوما شايفين الديورال تيل ده اهو ده ديورال تيل نوت سبيسيفيك ات از نوت سبيسيفيك اي حاجه هتريتيت المينجيس هتبقى فيها ديورال تيل خلي بالكم كانوا زمان بيعتبروها ان هو انفلتريشن من التيومر انما ده لا ده هو عباره عن اريتيشن يعني مش محتاج انك تشيل الجزء ده ات از نوت ا تيومر انفلتريشن ات از ان اريتيشن مش اكتر ولا اقل ده بقى الصين اللي قلت لكم عليها ده سوبرا سيلر مينجيوما بس شايفين عاملين ايه في الكاروت ارتري ودي مهمه جدا كاروت ارتري هنا نارود الساين دي مهمه جدا ناروينج اوف ذا كاروتيد ارتري ده ساين من المينجيوما ات يوجوالي ناروينج ذا كاروتيد ارتري في السوبرا سيلر ويفرقها من البيتوتري ادينوما ده نفس الكلام السيربيلو بنتاين انجل ايه تيومر معاها كمان ديورال ايه ديورال بيز دي ممكن تكون سيستيك مينجيوما يعني مينجيوما طالعه من الفالكس وايه وعاها سيستيك ايه لارج سيستيك ايه سيستيك كومبوننت ممكن تكون مالتيبل مينجيومز ادي مينجيوما ولا ديورال تيل ودي مينجيوما ثانيه اهي طالعه من الفالكس برده يبقى دوت ايه ممكن يكونوا مش واحده بس ممكن تكونوا مالتيبل ايه مينينجيوما تاني حاجه ده برضو بالسي تي بتاعها يقول لك ان هي هايبر دنس طالعه من الفلور بتاع الايه فرونتال فوستا بتكون هايبر دنس في السي تي لان هو هاي سيلر ايه هاي سيلر تيومر بيقول لك ان هي ريستريكتد في الديفيوجن لان هي هاي سيلر تيومر ريستريكتد في الديفيوز سيربيلو بونتاين انجل ليجن الكوز كومبليكيشن ممكن تقلب مالجنانت وممكن تقفل انفلتريت زي ما احنا شايفين كده انفلتريشن للبون فانت لازم لما تيجي تشوف مينجوما تقلب بون ويندو عشان تشوف اذا كان في انفلتريشن للبون زي ما احنا شايفين ولا لا ممكن يحصل انفلتريشن للكافيرنس ساينس وده مهم انفلتريشن اوف السوبيرو سيجيتال ساينس زي ما احنا شايفين هنا دي ماسه اهي وعامله انفلتريشن للسوبيرو سيجيتال ساينس ممكن تقلب بمالجنانت وغالبا ما بيبقاش انا بعرفها مالجنانت زي لما بلاقي هي ماسيف برين اديما يعني عليها اكسترا اكزيال ليجن مش هيبقى معاها ماسيف اديما انما لما يبقى معاها ماسيف اديما دي غالبا بتبقى قلبت ايه تبقى قلبت مالجنانت قلنا لما كنا اتكلمنا على الاستروسايتوما قلنا ان هي بتبقى معاها مع النيوروفايبروماتوز تايب استروسايتوما تايب 1 المينينجيوما تايب 2 فالمينينجيوما لما تلاقي فيه مالتيبل مينينجيوما وسباينر وي 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 فدي غالبا نيوروفايبروماتوز تايب ايه تايب 2 فالاي 1 اللي هو الاستروسايتوما مع النيوروسايتوما تايب 1 انما مالتيبل مينينجيوما مع النيوروفايبروماتوز تايب ايه تايب 2 الانجيوجرافي فيه مقوله بتقول بتاعتها بيقولوا ان هي عامل زي مذر ان لو مذر ان لو اللي هي الايه اللي هي الحما يقول لك ان هي بتكمز ايرلي تيجي بدري خالص وتقعد فتره طويله تقعد متاخر ودنس هو ده والله هو ده وصفه يعني هو بيقول ان الحما بتاعتها ان هي كمز ايرلي يعني تلاقيها في الاتريال فيز واخده وتقعد في الديليت ادفينس فيز اهي ولسه موجوده والانهانسمنت بتاعتها دنس فبيشبهوها بايه بالمذر ان لو زي شبه الايه شبه ايه الحما شكرا انا مش عارف بقى اذا كان ال ان شاء الله يكون سجل اخر واحده